صبح بالخير كل المشاهدين، كمان يوم جديد لبرنامج عالم الصباح. اليوم الأربعاء 21 أيلول 2016. كل إنسان بحياته بيربى على عادات معينة، كانت سيئة أو كانت كويسة، بس هون مع الوقت ومع التربية ومع اللي بحيطه فيه بيقدر يميز الصح من الخطأ ويكمل بعادات ما تضر فيه، إن كان أخلاقيا، إن كان صحيا، إن كان من جميع نواحي. هلأ برجع بقلكون ما عم بتفلسف، لأنه أنا من الأشخاص كمان اللي عندي كتير عادات سيئة لازم غيرها على كل النواحي. بس اليوم أنا هيك بدي أعطيكم بعض الأمور هيك والهنس، قريتهم على السوشيال ميديا وحبيتهم أنه أتشارك أنا وياكم هالموضوع وتوصلكم الفكرة. بلكي كان عندكم شي عادة سيئة منها تبعدوا عنا صحيا أزبط، مع أنه رح نبلش بعد شوي مع روا ومع الصحة. طبعا هودي أمور عامة ومنعرفها، والبعض منه يمكن بغض النظر عنا لو بيعرفها. مثلا ما تستعمل دينتك الشمال لترد على التليفون أو على الموبايل بالبيت أو ما بعرف ليه، بس هودي عملوهم بس ما تسألوني ليه. ما تشرب القهوة مرتين بالنهار، مع انه بيقولوا القهوه انتي اوكسيدان بس هيك حاطين. ما تتناول حبوب الدواء يعني مع المي المسقعه كتير، لازم تكون مي بحراره الغرفه. بفهم هون يمكن بلكي بيتفاعل او ما بعرف اذا بصير شيء او بخف مفعوله، ممكن ما بعرف، بس انا عم بقرا كيف مكتوب وناشرينا وقايلين اذا بتحبوا اصحابكم انشروها كمان. انا بقى ما نشرتها على السوشيال ميديا حتى ما فيدن، نشرتها على شاشه التلفزيون. ما تتناول وجبه كبيره بعد الساعه 5 المساء، ما فينا ما نتعشى يعني اذا بعد 5 المساء، نتغدى اذا بدكم 5، ممكن نتناول وجبه صغيره بعد الخمسه اكيد. قلل من كميات الاغذيه اللي فيها زيت اللي بتستهلكها طبعا بالطعام، هيدي فهمانينا وكارلا ديما بتقلنا عنها. شرب الكثير من المي صباحا ومساء، كمان هي بنعرفها، 8 كبيات هن تمام. بعد التليفون عنك وقت تكون عم تشرج له بطاريته، شكله بضر خاصة انت ونايم. ما تستخدم الاير بيس لفترة كتير طويلة، هيدا تلوث سمعي. افضل اوقات النوم هي بنعرفها من 10 المساء لستة صباحا، اللي هي فيها بمر الانسان بست مراحل النوم او 5 مراحل او 6، يا 5 يا 6 نسيتهم. وبنفس الوقت كمان هن الاوقات اللي بكب فيها الجسم السموم وخاصة الكبد وبيستقبل الاكسجين. ما تستلقي فورا بعد ما تاخد الدواء اللي بتاخده قبل النوم، خد الدواء حروك شوي بعدين نام، ممكن يعمل لك حرقة. ما تستخدم الجوال اذا كانت البطارية التليفون يعني تحت 10%، يعني شارجه رجع استخدمه لانه بصير يعمل افور، بيعمل جهد لانه يستقبل الارسال لتسمع، بصير بيضر بلكي بالديني وبالراس، بصير 1000 مرة اكتر. هون كاتبين اف. والنصيحة واللي دايما بقولكم اياها، كونوا ايجابيين ودايما انشروا الايجابيه بين مين؟ بين اصحابكم. على السوشيال ميديا طبعا تبع عالم الصباح، صفحتنا الخاصه بالفيسبوك، اي عاده سيئه عندكم اياها بتحبوا تغيروها او عم تشتغلوا عليها، خلينا نتواصل احنا وياكم ونفيد بعضنا، وبعد شوي بنقرا بعض الكومنتس طبعا لنستفيد من الموضوع. بتمنى تكون وصلتكم الفكره بطريقه كويسه وايجابيه ويكونوا اللاينز مزبوطين. بتصور يعني هولي من الحياه، يعني ما فيهم شيء بضركم اذا عملتون، اكيد بتستفيدوا. شيف اشتقنا لك، انا اشتقت لك، انت عم بتيجي بس مش عم نسيب سوا. صباح الخير، كيفك حسين؟ انا منيح، كيفك؟ تمام الحمد لله. طبعا نحن دائما بننطر وجباتك يكونوا مدروسين والطعم طيبة والشكل الحلو، يعني بقولوا العين تعشق قبل الطعمة 100%، مش قبل الأذن قبل الطعمة. لكن أنا كمان بدي بشرك وبشر كل المشاهدين اليوم نعم بثلاث أطباق اللي هن راس عصفور بالحبق، لحمة فيليه بالحبق طبعا مع صلصة البيستو اللي راح بلش فيها أنا هلأ. أنت راح تعمل بيستو 100%. أوكي. والطبق الثاني فيليه سمك طاجن، عاملين طاجن سمكة حرة بيروتية مش غلط مع البيض طبعا، ما بنسى شيء انا، والسمك الفيليه والخبز المحمص. اوكي. والطبق الثالث راح يكون عصير الفريز والاناناس. اها. لكن الطبق الثالث يعني بيكون مثل بدايه الاكل 100%. اذن بنقول لك للمشاهدين ينطرونا لاخر فقرتين لحتى نحضر هول الثلاث اطباق انا وياهم. انا اللي باكد لك اياه مش بس المشاهدين، بس ما ننسى الترويقه، عم نحضر ترويقه هلا كمان. اوه هي رح نبلش فيها. امبارح قد ما قلنا له للشيف طارق ما بتعمل ترويقه ما بتعمل ترويقه، اجينا الشيف حسين بيعمل ترويقه. فانا بدي اقول لك شغله، انه مش بس المشاهدين رح ينطروك، انا كمان ناطرك، يعني شوف وين واصله، لانه نحن بنعرف النتيجه
ممتازة بتكون. ثانكيو لك شيف حسين. لكل المشاهدين تواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا ورقم الواتساب 03-010-533. أي اقتراح بتحبوا تقترحوه علينا نحن جاهزين لنودي لأخصائيين ونطرحوا بمواضيعنا بعالم الصباح. اليوم مستمرين لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. طبعا ضيوف كتار وفقرات كتيرة منبلش نحن وياكم مثل العادة. كلكم ناطرين أبراجكم تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبراج. اليوم الأربعاء 21 أيلول سبتمبر، يومين وبيخلص فصل الصيف. اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الجوزاء في مربع مع الشمس، وبالتالي اليوم أول شيء نهار جيد للأبراج الهوائية الجوزاء الميزان وكذلك الدلو، ولكن هنالك بعض الأبراج المزعوجة شوي اليوم، عم نحكي عن القوس وكذلك الحوت. كذلك بكرة كيف رح بيكون نهارنا؟ خلونا نبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، هيدا نهار نشيط، هيدا نهار في حكي، في أخذ وعطاء، في زيارات، في حركة، بتحط حالك بالسيارة، بتروح بتتنقل، ما بتهدى اليوم. الأجواء أيضا بتبحل لك صوتك، قد ما في حكي وفي مناقشات وفي نوع من تقديم كأنه في امتحان أو عم تكتب أو عم بتساير، كل هالأمور مفروض تكون جيدة بالنتيجة. الأكثر حظاً 23-25 أذار مارس. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور ما رح تتأثر أبداً بهالمربع الفلكي، بالعكس تماماً، هنالك دفع بالنسبة لك، هنالك تفاؤل، هنالك حماسة، مع احتمال يكون في بعض الأخبار السارة يلي فيها تكون مادية ومعنوية أو حتى عاطفية. ألو فرحظاً 5-6 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم القمر موجود ببرجك، وبالتالي الأجواء اليوم حلوة كتير مميزة. أول شيء دعم لإلك اليوم وبكرة، تاني شيء في صفحة جديدة مطلوب منك أنه يكون في عندك قرار، في عندك نقلة، في تغيير، نقلة نوعية، إن كان بفكرة إن كان بمشروع، وكأنه كنت ناطر شيء وفجأة صار عندك الضوء الأخضر. الأكثر حظا اليوم هي مواليد أيار مايو، تحديدا 23-25 أيار مايو. منكمل مع برج السرطان. اليوم وبكرة مولود برج السرطان، من المستحسن أنك تكون أنت قاعد رايق هادي، مكتفي بعمل روتيني، بتبعد عن اكتشاف أمور جديدة، ما بتعمل حالك بطل وبتفكر حالك أنك شي كتير مهم. يمكن أنت شي كتير مهم، بس اليوم ما لازم مثل ما نحن بنقول باللبناني تعرض كتافك، اقعد وبعد عن المشاكل، احتمال يكون في التباسات وسوء تفاهم. الأقل حظا 7-8 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد راحة من بعد تعب يومين، امبارح أول امبارح ما قدرت تخلص الشغل أو خلصته بالكاد أو تعبت هلكك. اليوم الأجواء حلوة، اليوم مفروض تحتفل مع أصحابك، واليوم رح تعرف وتكتشف أنه إيد وحدة لحالها ما بتزقف. 3-4-16-17 آب أغسطس الأوفر حظا. منكمل مع برج العذراء. وجود القمر اليوم وبكره ببرج الجوزاء، هيدا معناتها انه الاضواء كلها مضواية عليك وانت موجود بالنص، ومطلوب منك انه تأدي، في بدك تقدم شيء، يمكن امتحان، يمكن في مقابلة، يمكن في عندك موضوع مهم بدك تطرحه، يمكن عم بتخطط لشيء، في عندك مسؤولية كتير كبيرة لحتى تأدي واجباتك أو المطلوب منك تأديهم بطريقة ممتازة اليوم. ما تخاف، قوي قلبك، هذا نهار كتير كتير مهم، معقول يكون نهار مفصلي وكأنك واقف على مفترق طريق. الأوفر حظا 8-9 أيلول سبتمبر، يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي 4-5 أيلول سبتمبر، الأكثر تعبا 2-3 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان اليوم لأنه القمر موجود ببرج صديق لك برج الجوزاء، بتحس حالك شوي مرتاح، بتنفس. صار لك 4 أيام متضايق، إذا ما قلنا أكثر، صار لك من حار السبت متضايق، مزعوج، معصب، وما في شيء ظابط، هلكين، وما عم تقدر تتقدم، بالعكس كل ما جربت تتقدم بترجع لورا، بتحس حالك عم تغرق. الأجواء اليوم فيها متنفس حلو لك، ما معناتها تروح و تحط حالك بأزمة جديدة، بالعكس تماما، يوم نهار لحتى ترجع تسترد قوتك ومعنوياتك وشوي تحقق بعض الانطباعات الإيجابية. الأكثر حظا اليوم 25-27 أيلول سبتمبر، بدي أضيف لألون 16-22 أكتوبر. منكمل مع برج العقرب.
بالنسبة لبرج العقرب اليوم نهار بيسمح لمولود برج العقرب النقاش، بيسمح له النقاش، امبارح او امبارح ما حدا كان فاضيلك او ما حدا كان عم يسمعك مزبوط، بالعكس كان في التباسات كثير وصار في اختلافات وصار في يمكن مشاكل، اليوم في مجال لحتى تاخذ وتعطي، ومطلوب منك بنفس الوقت انه شوي تساير، يعني جرب انت تاخذ وتعطي، الناس عم تجرب تقرب منك، انت كمان اليوم بدك تجرب تتقرب من الناس، وبتبقى المواليد الانشط 7-8 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. اليوم مولود برج القوس لازم تعرف انه عندك طاقة كتير 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 كبيرة، من قبل طلوع الضوء يمكن تكون منرفز، يمكن مركب مشروع وما حدا بده يمشي فيه، وهذا الشيء بيسبب لك ضيق خلق وبيخليك تعصب وتنرفز وتطبش الباب وراك. هيدي الطاقة، هيدا المود، هيدا الطبع اللي عندك اليوم بيخلق لك مشاكل بالشغل مع الناس، مع الجيران، مع أهلك، بدك تطول بالك كتير، عندك طاقة هائلة جبارة هيدي الطاقة، لكن إذا ما ضبطتها رح بتسبب لك مشكل، ومثل ما بنقول نحن بتفوت بالحيط. الأقل حظا 2 ل 5 ديسمبر، بالإضافة اللي لازم ينتبهوا من السرعة والمشاكل كليا مواليد 16 ل 20 ديسمبر. ننتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي الأجواء اليوم بتخلي مولود برج الجدي نوعا ما يرجع يركز، يمكن مجبور يركز، لأنه فجأة بحس حاله أنه هو أمام مسؤولية، فجأة في عنده دفوارات، فجأة في عنده امتحان ما معه خبر، أو يمكن معه خبر ونسي والتهى. في بعض المسائل اللي بتخلي مولود برج الجدي اليوم يتنقل من مكان إلى آخر، وهذا شيء بيعصبه لأنه فجأة بده يضب الشنطة أو فجأة بده يحضر لمشروع تاني. بجميع الأحوال نهار متعب طويل، لكن مش بالضرورة يكون سلبي. 24 ل 26 ديسمبر الأكثر حظا، 5-6 كانون الثاني يناير انتو الاقل حظا. بننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو اليوم في مجال لحتى مولود برج الدلو انه يتنفس السعداء، لحتى يصير في مصالحه بينه وبين غيره، بين اهله بين احبائه بينه ومع اولاده، اليوم في تفاهم، بعض مواليد برج الدلو اليوم بيلتقوا بناس، بيتعرفوا باشخاص بحبون بيلفتوا لهم نظرهم، اليوم ايضا في تقارب وفي تفاهم مهنيا ايضا. الاكثر حظا بعده 22 ل 24 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت اليوم الطاقه اللي عندك اياها مثل الاعصار بفنجان شاي، يعني بتبرم تبرم تبرم، بالنتيجه بتفش خلقك بحالك او بالناس من حولك، ما بتقدر تعطي اكثر من هيك، وبالتالي اول شيء بدنا نروق من قبل طلوع الضوء، مزعوج ومتضايق وفايق مدري شو حلمان، المهم اليوم بدنا نروق ونحاول انه نمشي الامور بهدوء ونريح حالنا وما نبعد عن مشاكل خاصه مع احبائنا. الاكثر تعبا 1-3 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير مهمة، هيدي سنة معقولة تغير كتير أمور قدامك بدربك دراسيا مهنيا حتى ماديا واجتماعيا، احتمال توصل إلى أو تغير مجال شغل. أيلول سبتمبر كانون الثاني يناير أيار مايو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. ثانك يو كارمن. الكل بينطر ليسمع البرج هيك قبل ما يبلش نهاره، على هالاساس هيك بيحاول ياخذ الحيطه والحذر. بقى ان شاء الله تكون كلكم ابراجكم مثل ما لازم وعلى القد. نبلش نهارنا مثل ما دائما بنقول، نطلع قدام المرايه، نحب حالنا من جوا جوا، حتى لو كان برجنا مش منيح فينا نغير نحن بتحركاتنا وببدايه نهارنا لنكمل نهار حلو. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه مع روى وضيفه. خليكم معنا على صحه السلامه. عودي معكم للمتابعة. تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا والسؤال اللي طرحته عليكم، أي عادة سيئة صحية أو اجتماعية أو أي عادة بتحبوا تغيروها أو تشتغلوا عليها بحالكم، هيدا السؤال، وممكن نتواصل بعد شوي نقرأ بعض الكومنتس. على صحة السلامة مع روى. صباح الخير.
الخير روى. صباح الخير جوزيف. نحن بننصح العالم ودائما انت بتجيب لنا النصائح القيمه اللي لازم نمشي عليها، ما حياخذ وقت كثير. اكيد عندك شي عاده سيئه بحياتك بتحبي دائما تشتغلي عليها وتغيريها، اي انسان يعني ممكن هيك مزبوط يزيح عن الزيح لو كان هو المعلم. مزبوط. لا وبعترف عندي شغله مرات بنقهر من حالي فيها، انه كثير بحب الشغله تكون مزبوطه، يعني شوي بيرفكشنست، فهالشيء بتعبني مرات. قلت طب ما علي انه اذا كانت طنشي شوي هيدا، مرات بنجح ومرات لا برجع. هيدي مش سيئه، هيدي صارت منقرضه. ايه ما هيك وعم بتعبني جوزيف، فعم جرب شوي اني طنش. طبعا ضيفك دكتور روبير صاصي، بروفيسور طب اطفال بجامعه البلبند ورئيس جمعيه اسامي. اسامي اسامي بيرث اند بيوند اسامي مكتوبه بالاجنبي. ما مزبوط. صباح الخير اكيد للمشاهدين ولضيفي روبير صاصي. انتوا عملتوا انجاز كثير كثير حلو وتشكروا عليه كان جي او، كجمعيه بيرث اند بيوند اسامي، انه اخذتوا جزء من مستشفى الكارانتينا وعملتوا رينوفيشن وتحديث لقسم له علاقه بالاطفال. أكيد. فقبل ما نحكي عن شو اللي انعمل، هالقسم شو بيحتوي، شو بيغطي، خلينا نتعرف على جمعية أسامي وبنرجع منتابع حديثنا. أوكي. يا ماما أنا خايفة، خليني هون ببطك، خليني هون. 9000 طفل بيولدوا بلبنان سنويا قبل نضوجهم وبيتطلبوا عناية خاصة مش متوفرة مثل ما لازم بالمستشفيات الحكومية. ولهالسبب أسسنا أسامي بيرث أند بيوند، جمعية خاصة لمعالجة هالأطفال. وتم تأهيل جناح خاص مركز كارلوس سليم بمستشفى الكارانتينا الحكومي بأحدث المعدات الطبية ونخبة من الأطباء. وهيك صار فينا نغطي 95% من قيمة العلاج. ساعدونا لنأمن لهالأطفال أبسط حقوقهم ليعيشوا حياة طبيعية. نايس. كتير حلو الحقيقة. كتير مهم أنه نذكر شغلة بالتقرير، أنه بالمستشفيات الحكومية فنحن بعد عنا شوي يمكن قلة ثقة، أو ما بنعرف أنه هالمستشفيات الحكومية فيها تقدم خدمات ذات مستوى عالي وجودة عالية. فقسم الأطفال اللي استحدثتوه لمين هو موجه؟ أطفال حديثي الولادة عندهم مشاكل معينة؟ لا لك صراحه رح بلش واقف صارت الشغله. انا صار لي 30 سنه بشتغل بمستشفى خاصه، وعلى طول عندنا مشاكل الفقير وين بده يروح؟ ما يعني ما حدا بيستقبله، وبينزت وين ما كان وبيموت لانه ما حدا بيستقبله. مزبوط. بقى الفكره كانت انه نقدر ناخذ مستشفى ونعمل شيء يكون الفقير والغني يتحكموا بذات الطريقه. مزبوط. وما في الا مستشفى وبنفس الجوده اكيد. وبنفس ما لقينا الا مستشفى حكومي نروح عليه. في مستشفى رافي الحريري اللي كتير منيح، مجهز كتير منيح، بس انه اكيد ما بكفي ليغطي كل شيء. بقى قلنا في مستشفى تاني حكومه ببيروت ومستشفى الكارانتينا يلي ما حدا كان عم بيهتم فيه ومش عارفين بدهم يهبطوه بدهم يعملوا مستشفى جديد. اخذنا جناح فيه وجهزناه كله سوا. الاطفال حديثي الولاده بيكون عندهم مشاكل ولا كل صراحه عندنا 32 تخت هونيك. يعني تقريبا من اكبر سيرفيسات اطفال بلبنان. نعم. عندنا 16 انكوبيتر، 8 منهم فور نيونيت الانتنسيف كير، يعني للعناية الفئة للوليد للبريماتشور بيبي اللي بيخلق قبل وقته. قبل وقته هيدا كل الوقت مالين، يعني على طول عندنا 8 اولاد فيه. عندنا اربع تخوتي بيدياتريك انتنسيف كير يونت، يعني بدك تعرفي انه بكل لبنان تقريبا في 16 20 تخت بيدياتريك انتنسيف كير. بس عم نحكي مستشفيات حكومية كل لبنان، مستشفيات خاصة وحكومية تقريبا 20 تخت عناية وفئة للاطفال بس. في نقص كثير كثير كبير. نعم. من نحن زدنا اربع تخوتي، وفيني اقول لك انه كل الوقت مليانين، يعني وكل الوقت عم نرفض. وانت تحكي اربع تخوت، يعني اربع تخوت مجهزين بس جاهزين فور بيدياتريك انتنسيف كير. اليوم كنت عم تسالك انه الحالات اللي بيخلقوا فيها الاطفال شو هي؟ يعني شو بتكون يعني الحالات؟ بين كل شيء من القلب، اكيد القلب. هلا نحن ما عندنا عمليات قلب، بنستقبل الاولاد نعمل لهم تشخيص بنبعثهم مثلا على الجامعه الامريكيه وغير محلات اللي مختصين بهالاشياء هيدا. بس الاولاد بيخلقوا بترمهم بدهم شهر شهرين كوفوز، بدهم ريسبيريتورز، بدهم مونيتورينج، بدهم كل الاشياء. دونك بهالوقت نحن بنخليهم شهرين عنا، وفاتوره هيك ولد تطلع تقريبا اذا بمستشفى خاص 25000 دولار. نعم. وبتعرفوا انه بلبنان التامين ما بيغطي الاولاد اللي بيخلقوا بريماتشور. نعم. دونك يا بده يفوتوا ضمان يا بده يفوتوا برايفت بيشنت. وبمستشفى حكومي الولد بكلف 1000 دولار 2000 دولار فرق وزاره، طالما لو بده يروح على مستشفى خاص بده يحط 25000 دولار. طيب الاطفال عم نقول انتنسيف كير للبيدياتريكس للاطفال، هل هن كمان حديثي ولاده ولا اطفال باعمار اكبر؟ لا عم نحكي من
من الشهر وطالع. نعم. يعني قبل الشهر بيقعدوا بالنيونات الانتنسيف كير، بعد الشهر بيصيروا بقسم العينات الفئه للاطفال. نعم. طب يعني كيف بدي دائما مثل ما قلت بالمقدمه انه عندنا دائما علامات استفهام او يمكن خوف من المستشفيات الحكوميه من القطاع العام انه يمكن ما يكون في شويه استهتار، يكون ما في متابعه، ما في مراقبه للجوده، وبعرف انه انتم عم تشتغلوا على احسن مستوى، فشو بدنا نقول للعالم ليعرفوا عن جد انه هالخدمات عم بتكون بتوازي المستشفيات الخاصه؟ نحن اسمه كارلوس سليم بيدياتريك سنتر لانه كارلوس سليم هو يلي ساهم باكبر اماونت يلي ساعدنا نقدر نعمل هالشيء. وبصراحه فينا اقول لك انه عندنا احدث مكانات، عندنا كومبليت، يعني نحن منفصلين عن باقي، يعني عندنا بالمستشفى لاب صغير، هي علبه صغيره بتعمل فحوصات دم بثلاث نقط دم بثلاث ثواني، ترى من غير مستشفيات بدها تقعد ثلاث نهار او نهارين لتطلع نتائج فحوصات دم. نعم. انا اكس راي ماشين بتعمل فحوصات لشو؟ كل شيء؟ كل شيء، بلاد جازز يعني الغازات الدم، الفورمول، يعني في كل بندلات بتعمل تقريبا 10 فحص. نعم. في مكانتين منا بلبنان لهلا ما في غيرهم، نحن عندنا وحده منهم. نعم. بدل في مختبر كلاسيك تراديشنال، بس نحن الطريقه بدل ما نضيع ساعه ثلاث ثواني بيكون عندنا فحص واخذين بس ثلاث دم الولد. نعم. عندنا الاكس راي ماشين، بدل ما يكون في قسم اشعه بدك تاخذ الاكس راي وتعملها، ناخذ الاكس راي محطه بمكنه منشوف الصورة دغري لايف، فينا نطبعها بقلب الطابق وفينا نعملها سيدي بقلب الطابق. هيدا بس عم نحكي لقسم الأطفال. كله لقسم الأطفال. نعم. عندنا جنريتر تبعنا، عندنا اليو بي اس تبعنا، يعني كل شيء جربنا نعمل عالم مسكر لنا ما يكون لنا علاقة بالبيبة. نعم. هلا أكيد في أشياء ناقصة، ما عندنا سي تي سكان، ما عندنا ار ام، ما عندنا شيء. بس إن شاء الله منطورهم شوي شوي. هلا مبدئيا إجينا هلا ريسنتلي هبة 200,000 دولار من واحد من يلي كثير ساعدنا لهلا، شخص نشكره، ما راح اقول اسمه لانه بركي بيتضايق، لنقدر نشتري سي تي سكان لنقدر نعمل اكثر من اللي عم نعمله. شغله كثير مهمه. طبعا بيكون في اطباء اطفال للمعاينه، يعني اللي منهم بنقول له الاوت بيشنت او اللي بياخذ الولد للفحوص، يعني بده عن طبيب الاطفال. نحن عندنا عقد تعاون مع مستشفى القديس جورجوس وجامعه البلمان، والريزيدنس والحكمه تبعوا المستشفى قسم الاطفال بمستشفى القديس جورجوس بينزلوا كلهم لتحت. يعني عندنا تقريبا 20 25 سبيشاليست بالاطفال، من نخبه الاطباء بينزلوا لتحت بيشوفوا الامراض والولاد. يعني ممكن الاهل اذا اولادهم بس لفحوصات روتينيه عن طبيب الاطفال يروحوا على قسم أكيد. الاطفال وستارتنج اول اكتوبر رح نعمل كمان معاينه خاصه يعني بالبرايمري هيلث كير، يلي رح يكون في كل يوم اختصاصي موجود بكل الاختصاصات، وكل يوم في جنرال بيدياتريشن رح يشوف اولاد ساعتين على بكره كل يوم مع احدث المكانات يلي معقول نعملها. نعم. لنلاقي سكوليوز لنعمل ديبيستاج لكل شيء. نعم. هدفنا يعني كلمتين نكون من احلى سنترز بلبنان، مثل ما قلت لك للفقير يقدر يكون متعالج كانه بمستشفى جامعي كانه وين ما يعني مش سهله. كمان كنت عم تقول انه المستشفى كانت رايحه لانه للدمار، يعني رايحه يعني بلشتوا من الصفر، يعني بلشتوا ترميم المبنى قبل ما تجيبوا الاكوبمنت. نحن اخذنا جناح خاص كان مهدم عم بشتي فيه. نعم. دوبلناه عمرناه كثير حلو وجهزني. طب في مشاريع مستقبليه ليكون في ديبارتمنتس او وحدات لتخصصات ثانيه غير الاطفال؟ اكيد اكيد. هلا لازم اقول لك كمان مؤسسه وليد بن طلال بهالمركز كانوا مجهزين اوضتين عمليات، بقى نحن اخذنا اوضه عمليات منهم جهزناها للعمليات للنيوناتل، يعني جبنا اله تخدير خصوصي للاولاد، جبنا مكانات لدف الولد بالعمليه، جبنا ماتيريال سبيشال للاولاد. هدول الاطفال بيخلقوا قبل ترمون او يعني وقت ما بيخلقوا. نعم. لقلك مثلا مستشفى كبير جامعي بتشوفي بالسنه ثلاثة أربع مرضى بالسنه عندهم اتريتيز ازوفاج، يعني الازوفاج مش موصول للمعده، نحن بشهر ونص صرنا شايفين سبعة. نعم. يعني عم بيجونا اولاد تعبانين من كل لبنان. من يومين اجينا ولد بيلا ديمول، ديمول ممنوع من لبنان. واو. اجينا ولد بيلا ديمول. من شهر ونص جتنا بابا الشتوى. بيصح اللي بيلا ديمول؟ إذا اتخذ أوام بصح، بس المورتاليتي كثير كبيرة. إجينا من شهرين بنت معقوس قاصتها حية عمرها سنتين ونص. وكانت قاعدة بمستشفى بعكار وعم بيعطوها أنتيبيوتيك، وصلت عنا كنا رح ننطش لها إجرة يعني صراحة، فات الجراح قال لي ما فيني أقول لك إنه رح نخلص لها إجرة، اشتغلنا فيها شهر ونص. مش الحال. وبفتكر بالصور بتشوفها بتجنن وعم تمشي كثير الحمد لله، يعني عم بيكون في ريفيرز او تحويل من كل المناطق من كل بلبنان، وهي شغله كثير حلوه. وهي مقبوله الكل ولا في شروط معينه؟
تكون لبناني ما يكون عندك يعني نحن بنحكم اولاد وزاره رح نفتح مع الضمان عن قريب بيجينا اولاد من الجيش من قوى امن كل شيء عندنا بست اشهر صرنا مستقبلين اكثر من 300 حاله وما عندنا بعض المرضات كفايه دونك عم نجرب نزيد عدد المرضات لنكون فول كاباسيتي نتامل بالسنه نقدر نحكم تقريبا 1200 ولد ان شاء الله يعطيكم العافيه وان شاء الله على اكبر وعلى توسع اكثر ونقدر نغطي غير اختصاصات إن شاء الله. شكرا لك دكتور ساسي شكرا جوزيف دكتور ساسي الله يخليكم بهالهمه يعطيك الف عافيه ريوا ثانك يو لك لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح ما تروحوا ولا مطرح خليكم معنا بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه شوفي معلمة هلأ شربت مي بس لقلع لأنه على أمل أنه تخلص الحلقة ونكون صحاب إذا ما عاملي مثل ما أنا موصيها من شهر أنا شهر ما التقينا سوا على الهواء شو في معلمة أول شيء أنا بدي لك صباح الخير ونوه بالأناقة والجمال وال لازم أعمل هيك بعيوني هلا حبيبي كلك زو والحضور وكل شيء ميرسي زوزو بس هيدا كله ما هيدا على جنب صداع على جنب إيه صداع على جنب والشغل نعم ايه والقساوي في اسماء انا وقت اشوف اسماء بتعرف انه في برج فاشن بوليس في فاشن بوليس عندنا ال 68th annual Emmy Awards اللي هلا من يومين صار اوكي دونك كل السليبرتيز كانوا على الريد كارب تصور رح يصير يعملوا لك هايد عن كل البوستات لكل الايفنتات بالعالم رح يحطوني بلوك بلوك اللي بتحكي تنم علينا بلوك بقى رح نشوف ان شاء الله اليوم انه نكون عند حسن ظنك طبعا بدك تساعدني طبعا رح نشوف اللوكات اللي نقيناهم بالنسبه للاوردز ونشوف شو كانوا لابسين السليبرتيز لانه بس في شغله حلوه في كثير ناس كانت لابسه حلو اوكي وفي ناس يمكن بدنا نعلق عليها تنشوف حسب هلا شوف فوق شو نقولنا تنشوف انا مثلا قميصتي بعملها هيك ايه؟ انا من مظبوط منها يعني ما حدا يركب ما قلتي لا بالعكس لازم هيك. تكون مفتوحه بالطريقه لانك لابس سبور من فوق صح اكيد مظبوط شكرا طيب. يعني اول تعليق ايجابي ايجابي عليك ثاني تعليق رح نشوف اول صوره عندنا ايميلي راتاتشوفسكي وزاك بوزن نايناتهم لابسين زاك بوزن من اروع القطع سوري جوزيف من اروع القطع اللي كانت على ريد كاربت حلوه كثير حلوه اليجنت الاسود ورمادي انت معه؟ كثير اسود ورمادي بني ورمادي بني واسود كحلي واسود هول ثلاث الوان ثلاث سيتس كثير حلوين اوكي الحلو بالفستان هون وبدي احكي عن قصه السمكه هيدا السمكه الحلوه هيدي السمكه اللي بتيجي كلها سوا مش مقطوشه لتحت الركبه بتاعت بيجي بالفستان هيك بنشوف مثل الجره وفجاه بتشوف شيء فلش من تحت نو لانه انا سيران انا سيران لازم كون سيران ايه انا سيران طالعه من المي لا ما بتكوني طالعه من المي طالعه من الجره مثل الجره بتطلع وخاصه اذا ما لكم طوال بدكم تلبسوا السيران بدكم تكون كل الفستان جاي على قد جسمه منه في فالش السيران لو ما بعرفك بالحياه اول مره بطلع بقول شو لقيمه هالمره طالعه من الجره من الجره بتطلع من شكل الجره يعني مينيمو بدها تكون مثل 70 75 لنبلش نفكر اوكي هلا عندنا اريال وينتر وكايلي جينر كانت اثنيناتهم لابسين من عند يوسف الجسمي كان في عندنا خمسة ديزاينرز لبنانية وعرب موجودين على ريد كاربت بس يوسف ناس يوسف الجسمي البطانة لا قاصد ينسي البطانة هلا القطعتين مثل ما انتم شايفينهم التو سيلبرتيز جسمهم مثل ما بيقولوا 8 شيب يعني الكتاف والوراك نفس الشيء اتس فيري جود والخصر صغير حتى لو كنا مش سايز 6 اور 8 اور 10 المهم يكون في عندنا هالبروبورشنز اللي عم بتشوفوها هلا
هون بيرجع للذوق، مين بحب يلبس ترانسبارون مين ما بحب يلبس ترانسبارون، بس اثنيناتهم كانوا بس اريل كانها متجسمه شوي. هلا متجسمه، ما هي عم بقولها، بس في عندك بروبورسيون، ما عندي مشكل. هلا اللي ركبها هالقد ملانين واجرها هالقد عريقه، بلا ما تفتحي هالفتحه وتورجيني اجريك تحطيهم بالصداره، وقتها بتكون الركبه منها هالقد رفيعه، اتس بيتر انه يا نلبس تحت الركبه يا انضبها خالص، يعني تستر، يعني تستري شوي لتحت لانه ركبتك اسم الله ملانه. فاما لبسي قصير وبطتك طالعه وزه، يعني عرفت شو. بس عندك كايلي جينر كثير شيز بيوتيفول، فظيعه كانت ولفتت كل الانظار. اللي وراها ميشيل ستاتفورد، اوكي هاي القطعه انه 100 فكره بفكره. انا بالنسبه لي حسيتها مثل واحد ما عنده قماش يكفي او واحد مش عارف شو بده يعمل. عم تشيليها من تمي للجمال ايه، انا كثير عم تعديني صراحه. صراحه لانه اوكي الفكره انه جايه لقصها على نفس الجهه، دونك اوكي بعدنا نحن بنفس اللاين، بس هالفتحتين هيك انا حسيتها ضاعت. ما تنسوا انه وقتها بتنقص التنوره مطرح ما شايفينها على الخصر بهالطريقه، هيدي القطعه بتعرض يلي منها كثير رفيعه من تحت، ما فيها ابدا ابدا. بس هي كانها رفيعه، هي رفيعه يعني تصور الماكسيموم، يعني ما فيها تكون انصح جرام بتطلع دغري بتنفخ. يعني واضح انها كثير بتحبك يعني. عنا جاكلين ماك إنس ودريس لبسة بيرتا. أنا هيدا الفستان مغرومة فيه all the way، بس أنا بحسه فستان، هيدا كان لفستان عروس، أنا أصلا عرضته على وحدة of my clients تلبسه بعرسها. الفستان رائع، القماش كتير حلو very light، يعني أوكي في كتير تزليط، إذا بدها تفوت أكيد على العرس بدها تكون حاطة شي فوقه definitely. بس أنا لقيته رائع بس مش للريد كاربت، حسيت عروس وهلا جيت لي العريس وتم بلكي حاسه حالها بالاوردز الامي اوردز، وهي مزبوط هيدي بالامي اوردز حاسه حالها عرسه مثلا. اللي وراها لحتى نجرب نلحق، ساره هايلاند لبسه نعم ساره لبسه مونيك بيليه، يعني شو حسيتي سوبر وومن؟ لا مش طبيعي، لاقول لك ليش، لانه مونيك بيليه الكوليكسيون تبعيتها السنه رائعه، ما في كلمه بتنقال عليها. هاي القطعه مش مع البنطلون الاسود، هي بالذات جايبتها من الاوتلت، مش غيرت هيدا البنطلون مش لهالقطعه. بعدين بدك تكوني بلحه شيري، طولك متر و20 لبراجو في، فهمتي يا شيري؟ شيري يعني ليك اذا رفعتيهم انجا بتطلع متر و20، مش مسموح اللي لبستيه لإلك. راشل روس شو كانت لابسه؟ راشل روس هيدا الفستان فيو ديجا فيو ريفيو 300 فكره ونوفيو نو فيو، هيدا نو فيو راشل بليز فا على ميزون. كريستن بي بي مولي كريستن بيل بدها حتى نقصصها من احلى قطع، مش لانه زهير مراد لبس فستان كان بيمزع العقل بيوتيفول. هلا السنه كله عليه ديزاينز الفلورال بيوتيفول، كانت يعني فعلا لفتت الانظار. برافو زهير، بجنن هالقطعه بتاعت. عندنا جوليان هو لبسه ارماني كمان حلو، فيري اليجنت، بس كثير يعني حسيت انا في كثير قماش. هلا اوكي منيح الشعرات بجننوا، قطعه كثير ثقيله حسيتها لعرس كمان اكثر، ات واز برايدل تو ماتش برايدل. روبول ان شاء الله نلحق روبول، مين في اما روبول هذا لك جوزيف، انا عارفه روبول لك، انا رح احكي عنك بس بالبريك لانه اذا بدي احكي هلا بلكي كثير من عالم الصباح. روبول يعني صراحه انه فمنا روز ومنقط، لا كثير كثير كان فلاشي اوكي اتس هيز ستايل، بس ابدا صودريون. كاثر دون هاو وفانيسا هودجنز وجوليان وود ثلاثتهم يعني انا لقيتهم من ابشع ثلاث قطع كانوا موجودين. هلا ما يعني كومبلي ولع، كومبلي ولع، مع انه الارماني دعانا يعني ما كانت لازم تلبسها بهالايفنت. ساره بولسون لبسه كانت برادا،
انا ابدا ما حبيت هالشيء، كانت كانها لبسه برديه، الكاركتر مش يعني مش تارزن. تارزن مين معه بتكون بنت؟ جين. جين جين كانت تلبس هالشيء معها، كانت كثير القطعه مش تو هير ادفانتج، ما عطتها جلو لوجهها ولا شيء. ما بعرف انا القطعه حسيتها مثل وحده لبس البرديه وراكده راكده. ما بيعجبك العجب. تمار اوكي، تامر براكستون هيدا الفستان فيو ديجا فيو، لبسته لبسته كل شيء في ستارز على الريد كاربتس. خلصنا منها هيدي النفشه هيدي اللي بتجي بهالطريقه، وكمان بدها طول. اميليا كلارك لبسي انا لقيته من احلى قطع، لبسي اتيلي فيرساتشي جاون سمبل وبالضبط شو كانت لازم في بعد بادما. لا لا ما حنلحق ما حنلحق بادما ما رح نلحق. ليش ليكي الله يجيرنا منك، بس قبل اخذ صوره انا وياك. بس الله يجيرنا ما هيك. والاتي اعظم. والاتي اعظم. ثانك يو لك لما بنشوفك ان شاء الله بكره. كمان شو في مع لما هلا مع الدكتور الفريد كرم بروبايوتيك بلس. صباح الخير دكتور. صباح النور. طبعا نحن مذكر ان حضرتك اختصاصي بالطب الطبيعي، واليوم نحن رح نحكي كمان عن مواضيع جديده ونلفت النظر بخطوط جديده عن بروبايوتيك يلي اللي بعد ما سمعنا يسمعنا، وكثير منيح انه يفوت على حياته وعلى مصرانه وعلى معدته وعلى صحته. هل الاكسترا شو بيقولوا اكسترا فيتامين او اكسترا مكمل غذائي؟ اكسترا بكتيريا. اكسترا بكتيريا. تفضل اليوم بكتيريا. عن شو بنحب نحكي بالتحديد؟ بدي احكي اليوم صحتنا اللي حابين نحافظ عليها، كيف بنقدر نحافظ عليها ومنخليها سليمه كل حياتنا. شو هو شو كيف الجسم بيشتغل حتى يضل بصحه سليمه، وليش الانسان بيفقد صحته؟ يعني هودي أمرين نحن إذا وضحناهم للناس على القليلة على القليلة منقدر نسلك الطريق لنساعد حالنا بشيء اسمه وقاية. لأنه ما في أسهل من الوقاية وما في أصعب من المداوات وإنهاء مرض، خاصة إذا كان المرض يعني فيك تبني الصحة على سنين، ولكن ممكن بخطأ بفترة معينة تقدر تخسرها، وخاصة بقصة المناعة اللي هي دايما بتحكي عنها اللي لها علاقة مباشرة بالبروبايوتيك. صح. كيف الجسم بيشتغل حتى يضل يبني حاله ويبني صحته، وشو بيصير حتى بيمرض؟ نعم. الصحة بتبقى سليمة لما الجسم بيحافظ على توازنه. التوازن المطلوب بما انه قادر هو يحافظ على التوازن، ما في أي فيروس، ما في أي بكتيريا، ما في أي حالة فشل بكلوي، فشل بعضو، ما بيصير سكتة قلبية، سكتة دماغية، ما بتحصل. ليه؟ لأنه المناعة مثل ما حضرتك قلت عم تعمل سكانينج، يعني عم تبرم على كل درجلج كل جهاز الأجهزة تبع الجسم وعم تحافظ عليها على صحتها. نعم. هالتوازن هيدا ما بيكفي يكون في عنا توازن ضغط، مع انه اذا توازن ضغط ما انتبهنا له بيعرضنا لخطر الموت، مش هيك؟ أكيد. اذا 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 توازن الدم وضغط ال 12 على 7 التوازن اللي هو في معدلات الجسم اذا بقي عليها كل حياته هيك بيحفظ الافضل. مش انا اذا رحت اشتغلت لعلي ضغطي بصير جسمي احسن، او نزلت روح لوطي ضغطي حتى القلب يرتاح والدم يمشي عمله بعمل احسن. في امور توازن. معدلات. نعم. هيدي بدي حافظ عليها، بدي ساعد جسمي يحافظ عليها. يعني قصدك كمان اذا بضلنا على نفس الريتم احسن، ما انه يعلى او يوطى؟ كيف لك يعني؟ اوكي كيف لك يعني؟ لو حتى بدنا نوطيه ما بيسوى، لازم نحافظ على هالمعدل اللي جسمنا بيتقبله. حتى ولو رحنا بي 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 بعمل رياضي هائل. نعم. الجسم هو بيشتغل يعدل حاله ليضل على مستوى نفسه. نعم. حتى ولو طلعت الحراره برا 50 درجه الجسم بيعمل 1000 جهد حتى يضل على 37. من هيك قدره الجسم على بقاء على التوازن هي كل السر بالصحه. اي متى بنفقد صحتنا؟ لما الجسم يفقد توازنه. شو هي العوامل بتخلي يفقد التوازن؟ هي عدم هي فشل بالجسم على مقدرته
للحفاظ على التوازن. نعم. إما بحالات غذائية أو بحالات سموم تدخله أو حالات طارئة حوادث بتصير. عفوا، إلها علاقة بالمناعة قصة تخربط من وراء عدم التوازن؟ صح. إلها علاقة. صح. المناعة كل شيء. المناعة مش بس بتشتغل تمنع فيروس وبكتيريا، المناعة بتمنع مرض القلب، بتمنع مرض السكري، وبتمنع مرض شو اسمه الجسم. جهاز المناعة هو مش جيش واقف بده يحارب. نحن لما نحكي عن المناعة عم نحكي عن أجهزة بكاملة عم تعمل كل شغلة حتى تحافظ على جسم الإنسان على أفضل مستوى. ولما نحن نقول بالبروبيوتيك بلس من نقوي المناعة، ما من نقوي المناعة أقوى ما هي لتصير تشتغل بطريقة مبالغة، ما نقويها فيما لو كانت ضعيفة. عادة مناعتنا ضعيفة، بس مش عم نقويها حتى تقوى عن اللزوم، لا. التوازن الأعظم والأهم بصحتنا غير توازن الحرارة وتوازن الضغط وتوازن السكر وتوازن الكوليسترول وتوازن الجسم ككل، أهم توازن هو توازن البكتيريا. القصة وما فيها أنه فيك تروح تعمل فحص دم وتشوف هالتوازن عندك، قديش الفيتامين دي وقديش الفيتامين آ وقديش الفيتامين بي وقديش الكوليسترول وقديش التريجليسيد، تعمل هالفحوصات هيدي، بس ما في فحص تعمله لتشوف قديش في توازن البكتيريا عندك. نعم. لا بطريقه الكولونوسكوبي ولا باندوسكوبي ولا بدم ولا ما في فحوصات. يعني الكبد فيك تفحصه لانك بتشوفه، القلب فيك تفحصه لانك بتلمسه، بتعرف كيف. ما فيك تفحص البكتيريا، ما بتنشاف بالعين المجرده، لكن بتعرف. ما فيك تفحصها، بس فيك تفوت قد ما بدك. ايه، ما فيك تعرف اذا يعني مشكله، اذا في مشكله اكيد بتفوت وبتنقص لا، المقصد انه في شيء يعتبر اوفر دوز من البكتيريا الجيده للجسم. ما في شيء اسمه اوفر دوز. ما في شيء اسمه اوفر دوز. ما في ولا باي طريقه فيك تعمل اوفر دوز، لانه هي البكتيريا تتنافس مع بعضها، وبالنهايه جزء كبير منها رح بيروح لانه ما في له مكان يبقى، لكن بتكون اشتغلت واعطيت لجسمك صحة أكثر. نعم. بجميع الحالات بوضعنا نحن الحالي، نحن التلوث البيئي، الأدوية اللي بناخدها، الاسترس اللي عايشينه، عدم وجود غذاء كامل كافي في بكتيريا كافية، ما فينا نعمل أوفر دوز. ما رح يجي شي مرة برودوي ويعمل لك أوفر دوز. حتى لو عمل أوفر دوز الطبيعة، يعني إذا أكلت لك 15 تفاحة بالنهار بتعملت أوفر دوز تفاح، أكثر شيء ما رح تروح على المستشفى ومسمم، رح تستفرغهم، رح تراجع، رح تخلص جسمك منهم. هذا أكثر شيء بصير، ويمكن ما تراجع، تلاقي تخمة تقعد على جنب ترتاح. إذا ما فينا نعمل شيء أوفر دوز بشيء اسمه طبيعي، الجسم معمول حتى ياخده. فيما لو بلغت ما في إلا آثار سلبية على جسمك، هيدي لازم نتأكد منها، لأنه هي صديقة، بتضل صديقة وما بتأذينا. أهم توازن فينا نعمله هو توازن البكتيريا. كيف بنعرف أنه هالتوازن هيدا؟ ربنا سهلنا إياها كتير. إذا عانينا من نفخة لازم نقول أوه هالتوازن رح بيوقع. يعني شوف، عطيت مثل بنيتين عاليين جدا وحطينا حبل، والشخص بده يقطع، الرياضي بده يقطع من بنايه لبنايه، ما زاله محافظ على توازنه، بيقدر يقطع من نقطه A لنقطه B ويطلع. صحيح. من شو اسمه وما بيوقع. نفس الشيء بالصحة، اذا راح التوازن وقع وكحرح. هذه هي نفس العلامه. أوكي. ما حدا بيمرض الا اذا راح التوازن. اهم توازن موجود هو توازن هالبكتيريا الصديقه هيدي، اللي هي بتخلينا على افضل حاله صحيه. اذا حسينا نفخه، غازات، عسر هضم، امساك او اسهال او اثنين سوا او واحد منهم، حتى لو شعرنا برواح فم كريهه، ليه بده يكون انا عندي؟ ربي خلقني، وربي خلقني اقعد مع الناس، كون قريب منهم، نحب بعض، ليش بدها زوجتي او ليش بده رفيقي يبعد عني 3 امتار حتى يقدر يتحدثني؟ أوكي. كثير من الاحيان الكبار بيتفاجئوا بالطفل عم بيقول لهم ايه ريحتك، مش لانه بقولها بطبيعيه بدون وهي مع العمر بتكتر الامور، ما دخل باي عمر. لا لا، بعض الاطفال بيكون عندهم اياها، لانه بيكون في اهتراءات وتعفين داخل الجهاز الهضمي، بعض الاحيان بيكون في مشكله بالنيري، مشكله بالدرس. لكن كله بيحاربوا البكتيريا الجيده؟ ايه طبعا، يعني هاي الاهتراءات والعفن الموجود بالمعده وموجود بالمصران، ما لازم تكون موجوده. جهاز هضمي عنده توازن بكتيريا، البروبيوتيك عم بيشتغل فيه، ما في شيء اسمه اهتراءات وتعفين، ما في شيء اسمه امساك، ما في شيء اسمه اسهال. بتحصل
ما عم اقول لك هالتوازن لما نفقده ليه لكان بصير فيه؟ ليه كل الاطباء بيعرفوا انه بصير فيه دياريه بعد الانتيبيوتيك؟ ليه؟ ليه 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 كل الامور؟ لانه في صله وصل لا عدم توازن البكتيريا. توازن البكتيريا، البروبيوتيك الموجود جوا بالداخل، البكتيريا الموجوده بالبروبيوتيك بلس خفت قلت، صار في بس دائما نرجع بنكررها، الانتيبيوتيك لازم يتاخذ معه البروبيوتيك مثلا بعد ساعتين. افضل عمل بنقدر نعمله لنستفيد من الانتيبيوتيك 100% بعد ساعتين من حبه الانتيبيوتيك بناخذ حبه بروبيوتيك بلس. ما فيني شدد وكرر لكل شخص، الشخص اللي ما عرف اخذ انتيبيوتيك ما كان عارف، ما سمعنا، هلا بيرجع بعيد تاهيل واسكان البكتيريا بعلاج كامل بروبيوتيك بلس. صحيح، بس يعني هون بيزيد فعاليه الانتيبيوتيك لانه انت عم تقتل كل البكتيريا بالانتيبيوتيك، الجيده والمجيده ما بيعرف يميز، وإذا رجعت زدت له أنت جيدي يعني بطل، يعني عم تساعد الأنتيبيوتيك يعني ليشتغل شغل معلوم، ما عم تنفي كل شيء وتترك العمل بس للأنتيبيوتيك. من هون أهمية التوازن البكتيريا، لأنه بهالتوازن هيدا أنت عم تعطي 80%، أنت عم تبه 80% من توازنك. يعني كيف؟ يعني أنت ماشي على حبل بتقوم بتجيب مثل أسطل كبير أكتر حتى يساعدك على التوازن، بصير تحت عم تعطي 80% من حالك توازن حتى ما تمرض. نعم. إيه نعم، البكتيريا اللي ربنا خلقها واللي انوجدت بجسمنا جوا بالداخل هي أساسية لصحتنا. من هون الباحثين والعلماء اكتشفوا أنه هي 80% من صحتنا. دكتور ثانك يو، يعني معلومات قيمة، يعني قد ما فينا نزيد على جسمنا البروبايوتيك البكتيريا الجيدة لأنه هي شكلها بتحارب كل شيء إلا الصحة. أنا وياكم بريك ونرجع للمتابعة، خليكم معنا. الله يخليك. عودي معكم للمتابعة. طبعا أنا سألتكم سؤال من شوي وهو عن العادات السيئة اللي بتمرق بحياتكم واللي يمكن تكتسبوها بالتربية أو بالحياة أو بالعشرة وما فيكم تتخلصوا منها بسهولة، وهلأ عم تشتغلوا عليها حاليا لتتخلصوا منها، وإذا لا جربوا فكروا بشي عادة سيئة لتتخلصوا منها قريبا. نور سكرية، بونجور جوزيف، الأرجيلة صارت إدمان، بدي خففها، بلشت بالمشروع إن شاء الله، ضل مضاينة، وصلت معي أرجل 7 أو 8 مرات باليوم بالفاكيشن، نو بس 2 أو مرة، لا بدك تجربي 2 أو مرة بالجمعة وتقدمي. بس برافو نور إنك خففتي. عبد الله وليد، صباح أبو الزوز، إلك وللجميع بصراحة لازم نوقف الأكل الطيب، عم نمزح، نهار مميز، ثانكيو لإلك شيف. نجوى خداج، صباح النور، بس فيق من النوم على طول، مزاجي بيكون سيء، ممنوع حدا يحكيني قبل ما روق، عن جد ماني منيحة بهالشغلة. بحبها كتير جوزيف وأنا بحبك نجوى، في كتير عالم هيك، بدك تشتغلي على حالك، توقفي بالمراية بأوضتك تحبي حالك وتظهري تشوفي العالم، شوفي قديه بتعكسي هالمحبة الداخلية عليهم. كندا أباني، بصراحة لازم واحد يشتغل على نفسه دايما لتحسين وضعه من كل النواحي ويسعى نحو الأفضل والأمثل. أكيد. هلا Good morning, my letter to the lovely Carmen. بنوصل لك إياها أكيد. نيفين حكيم، عندي عادي ما بنام بسرعة وهيدا الشيء بيزعجني كتير، ما بعرف إذا فيكن تساعدوني بهالخصوص. بتعرفي أنا كمان عندي أوقات، بس جربت شغلة كتير بسيطة، بعد شوية نقرأ كمان سنين في عنا كتير ما رح نقدر نقرأهم كلهم، بقلك إنه غمضي عينيك، تخيلي هيك قدامك مزرعة خواريف وعدي الخواريف لحد 99 اللي فايتين على المزرعة، وتخيلي الخروف وفايت لونه أبيض، شوف إنك رح توصل للـ40 وتنامي، لأنه أنا عندي كان مثلك هالعادة، مش عادة سيئة هيدي، هيدي حالة بتصير مع كل إنسان، يعني ممكن يقلق بس كمان بتفيد، بدائية بس بتفيد. ضيفتي بالاستوديو طبعا، اسمحوا لي رحب بالفنانة التشكيلية هبة درويش، أهلا وسهلا فيكي. ميرسي، طبعا من مدينة حبيبة على قلبنا وعزيزة على قلبنا طرابلس كمان. ميرسي، يعطيك ألف عافية، وبنحب نتعرف عليكي من الأول لهلأ للمعرض اللي أنت بصدد هلأ تعرضي فيه لوحاتك منفردة، امبارح كان الافتتاح بعد شوي بنحكي عنه. مزبوط. بس كيف بلشت بداياتك هبة؟ وين بلش الرسم معك؟ أكيد الرسم دائما ببلش يمكن بيخلق مع الإنسان، بلش من الصغر. صحيح، الرسم دايما بيخلق مع الإنسان، ولكن أنا كمان ربيت ببيت البابا فنان. نعم. ولوحاته كانت دايما مرافقتنا على حيطان البيت كلياتها، يعني سواء البابا من خلال رسومه أو من خلال عرض الماما لهالرسوم بداخل البيت، فربينا عليهم وحبيناهم
وحبيت اني فوت اكثر بهالمجال، تعلمته بالجامعه وكفيت فيه، وهلا عم كفي دكتوراه كمان، وعم بعمل كذا معرض، يعني معارض فرديه ومعارض جامعيه. الوالد هبه كان بس يعرض يعني بس بالبيت لوحاته لالكم للعيله، ولا كان يعمل معارض؟ لا، الوالد كان هي عنده هوايه، هو مهندس، ولكن الرسم عنده هوايه كمان من الصغر، فحبيناها وحببنا فيها يعني بنفس الوقت. شو تستعملي حضرتك اي تقنيه بالرسم؟ هلا كمواد بالرسم بستعمل الاكريليك. الأسلوب هو فينا نقول عنه شبه تجريدي أو نصف تجريدي، ولكن هلأ بهالمعرض محمل اللوحات شوي من الرموز. نعم. يعني في شوية اتجاهات نحو الرمزية والنصف تجريدي. كأنه الإنسان بده وقت ليفهم أنه إذا بحب التجريدي أو لا. أنا بحكي عن تجربة شخصية، كنت دايما أحب الأمور الواضحة قدامي. يعني الصورة، هذا الشخص مع هذا الشخص مع هذه الطبيعة. هلأ مع الوقت صرت حب فكر وحلل وشوفها على ذوقي للوحة. يعني هون صار الواحد يميل للتجريدي أكثر كمان. مزبوطة الفكرة؟ مش بس هيك، هلأ إحنا تغير الزمن. يعني بالأول أحسن ما تكون الصورة واضحة قدام الإنسان وبس يحكم عليها كبيزاج حلو أو صورة حلوة. صار فينا نحكم على الأحاسيس يلي عم تنقلها اللوحة للمشاهد. نعم. يعني هاللوحة أنا بحكم عليها إذا عجبتني أم لا، هل قدرت أعمل معها كوميونيكاسيون أم لا، هل وحيت لي بشي، هل قدرت أفكر مع هاللوحة أم لا، فهيدي هي اللي بيحكم على نجاح العمل الفني أو لا. طيب شو الفكرة أنه الإنسان بحب يشوف عالم ولو كانوا بشكل تجريدي أو مبين أنه عالم أو شبه أشخاص كتير موجودين باللوحة؟ هلا أنا عندي شوي مبتعدة عن رسم الأشخاص حتى بالرسوم التجريدية. مبدئيا عنوان المعرض هو عودة الأجنحة. نعم. البورت بارول تبعي هو العصفور. نعم. هالعصفور يلي لقيت فيه كل الصفات والحياة بالمبدأ للوحة كمان. يعني عم بحكي كأشخاص أو كشيء بيتحرك بالحياة، تشوفيه باللوحة أكثر من الأمور الجامدة يعني اللي ما تحللي فيها. مزبوط. نعم. هلا اللوحة حتى لو كانت أمور جامدة، يمكن حركة اللون هي يلي توحي لك بالحياة. يعني يمكن ضربة فرشاية شوي متجهة صوب الأعلى، أو لون عم يفرض حاله. نعم. باتجاه معين كمان ممكن يوحي بالحياة، مش بس وضوح الشخص أو الإيحاء بشخص أو بعنصر ما حي بقلب اللوحة. يقال أنه الاستعمال الزيت بالرسم أكثر شيء اللوحة بتضاين مع السنوات ومع الأيام. أنت اخترتي الأكريليك. الأكريليك مزبوط. الأكريليك. طب ليش ما الإنسان دايما بيختار الأمور اللي بتضاين؟ لأنه بتعرفي قد اللوحة ممكن تعيش، ممكن تنقل اسم الفنان لقدام اكثر واكثر. اكيد. هلا بالنسبه للمواد المستعمله، الاكريليك بيضاهي الزيت نفس العمر، يعني بيضل نوعيه الماتيريال يلي عم تستعمله وحساسيته على اللون، وبالاخير البروتكشن يلي بتحطها على هاللوحه هي. نعم. يعني اخر شيء لما بنخلص الاعمال الفنيه لازم ننهيها بطبقه فيرني. هالطبقه فيرني هي يلي مسؤوله على انها تحافظ على عمر اللوحه ام لا. نعم. وحساسيه ماتيريال على اللون بنفس الوقت. بمين تأثرتي من فنانين؟ يعني في بلبنان مثلا فنانين كتار معروفين وغير معروفين، فنانين كبار يعني. صحيح. وعالميين ايضا، يعني اذا بدك تذكري حدا يعني. مزبوط. هلا بمين تاثرت؟ اكثر شيء باساتذتي يلي علموني بالجامعه. نعم. واكثر استاذ كان مرافقني استاذ محمد عزيزي. اكيد كمان جميع الاساتذه، بس هو اكثر شيء كان مشجع لي ومرافقني ومشرف على انجازاتي الفنيه. التشجيع بعدين كمان استاذ حسن جوني كمان كان كثير له فضل باثبات الموهبه عندي، وبانه مش ضروري تسمعي لحدا، لوحتك لإلك دائما، فهيدا كلام كثير مأثر فيني وبيفرض حاله على الانسان كمان. نعم. بنفس الوقت ما ضروري تسمعي لحدا، ولكن بتنتقدي حتى فنانين كبار ممكن ما تعجبك مدرستهم او طريقه رسمهم؟ ممكن ما تفسرني بس تعجبني او ما تعجبني، هيدا بضل شيء حسب التقنيه الفنيه هل هي صحيحه ام لا. نعم. تعجبني ممكن، بس ممكن ما تفسرني، فهون في شويه اختلاف بهالموضوع. يعني
ما بتشبهني اكيد. طيب خلينا نحكي عن معرضك الانفرادي، شاركتي بكثير معارض قبل، يعني مزبوط. شو كان اهمها قبل ما نحكي عن اهم شيء؟ اهم المعارض يلي انعملت بلبنان، وفي كمان عندي شويه معارض خارج لبنان. بلبنان اهم شيء بشاركه هو معرض الفيجوال لجمعيه الفنانين اللبنانيين. نعم. يلي بيجمع اكثر من 100 فنان سنويا، ويقام في قصر اليونسكو وينقل بعدين لمطارح معددة بلبنان. في كتير جاليري بيعملوا معارض لفنانين لبنانيين وعرب وأجانب أيضا، مثل ما بنشوف ونتفرج عليهم يكون في لوحات مش عاطلة أبدا، مثل ما عم بتقولي إذا بفسرك كمان للمشاهد إذا بتفسروا اللوحة أو لا، كمان صحيح. هون بيوقع الصح من الخطأ. ما شاركتي بهالمطارح، ما تعرفتي، ما عندك كونكشن مع هالعالم بالجاليريز؟ أكيد، بس نحن عم نحكي كأهم شيء كتظاهرة فنية كبيرة. صحيح. هي المعارض اللي بتعملها جمعية. وكان هذا المعرض الانفرادي الأول لك؟ هذا المعرض الفردي الرابع. الرابع؟ الرابع نعم. بسم الله عليك يعني. الرابع اللي هو The Comeback of Wings. The Comeback of Wings. وين كانوا؟ كيف ليش؟ هن الوينجز دائما موجودين بقلبنا. فهن خلقوا مع الإنسان. كل اللي علينا نعمل انه ننتبه انه الموجودين يمكن نتركهم على حريتهم يجولوا بهالعالم، يطوفوا، يلملموا كل شيء اخبار بهالدنيا ويرجعوا لنا. اكيد رح يرجعوا لنا لانه هن بيعتبروا انه هيدا بيتهم، هي حريتهم يلي عم بيعيشوها جوا. يعني هذا اللي عم نشوفه هلا نحن، كل واحد يشوف الوينجز وين ما بده. مزبوط. هلا مش يشوف الوينجز حتى، يعني هو الاحساس يلي عم تعطيه اللوحه. عندي سؤال ما بعرف اذا لازم اسالك، بتحبي الفنان تشكيلي وجيه نحلي؟ هلا ممكن اكيد يعني في تاثر من جميع الانحاء، يعني في من وجيه نحله، في من محمد عزيزه، من فضل زياده، كلياتهم بالنهايه موجودين. ليس سالتك لانه هي لقيت الاصفر قوي. شفت ايه، وحتى هالالوان هاللوحات اللي هي انا عندي ببيتي، يعني لوحات من الفنان وجيه نحله. فيها السبيريت، انا شفت هيك بدي تشوفي بطريقه مختلفه. ايه هلا نحن كفنانين بالمتوسط اذا بدك تحكي متاثرين بطريقه لا مباشره بالجو، بالضوء، بالاشراقات اللونيه هي، فدائما يلي عنده هالحساسيه على اللون لازم يترجمها بقلب لوحاته. نعم. يعني طب انت هون الحاله اللي كنت عايشاها، لانه اللوحات بنحسهم بنفس السبيريت وحلوين مزبوط. كثير يعني بلونه بشكل حلو ومبين التقنية. ميرسي. very professional. Thank you. بالمبدأ أنا يلي برسمه لما ببلش باللوحة ما بنطلق من كروكي معين، يعني مش إنه ديسان وبدي نفذ هاللوحة هاي. لا. أنا ببلش في عندي موسيقى معينة بحطها، ببلش شوي اندمج شوي شوي مع هالموسيقى، وشو بتعمل لي إحساس بنتقل شوي شوي بانتقاء الالوان. نعم. بالحركه احيانا. نعم. كثير برسم باستعمال ايدي، يعني مش بالبنسو ضروري، بحس حالي عم حط شيء مني انا، من جسمي انا على اللوحه، فهذا شيء كثير بيعني لي انه انا موجوده بقلب اللوحه كمان، مش بس داخلي، حتى جسديا يعني موجوده. افضل كومبلمنت او بتسمعي من مين وقت ترسمي وتعرضي؟ افضل او تنطريه من مين؟ بنطره من كل مشاهد بيطلع على اللوحة. إذا حسيته، إذا لقيت في ابتسامة على وجهه، معناتها أنا قدرت أخلق عنده إحساس بنفس الوقت مثل ما أنا كنت مبسوطة بهاللوحة هاي وأنا عم برسمها، فقدرت أنا ترجم له نفس الإحساس. بيك بتنطري رأيه بعدك؟ أكيد. دايما دايما. اوكي. بي هو الاساس بكل الشغل. خلينا نحكي شوي عن المعرض، وين هو، من اي ساعه لاي ساعه؟ امبارح كان الافتتاح، ومنذكر انه هو بعنوان The Comeback of Wings. صار الافتتاح امبارح التنين. يس. اوكي، اول امبارح يعني. اوكي. باي منطقه وين؟ الافتتاح كان بجاليري اكزود بالاشرفيه. نعم. تنين، ومستمر المعرض لتنين الجايه، يعني 26 8 ايام. نعم.
ناطرينكم بجاليري اكزود ان شاء الله بطلعه العكاوي. لاي ساعه؟ لاي ساعه؟ من ال 11 لل 6 موجودين. 11 لل 6 موجودين هونيك. يمكن ما بعرف اذا لازم تطولوا شوي لانه في عالم اشغالها 5 ونص حتى يقدروا يلحقوا. اهلا وسهلا اكيد. كيف لقيت الاقبال من التنين لليوم؟ كان كثير حلو الاقبال، والمهتمين بالفن كثير مقبلين على الحضور دائما، والحمد لله انهم اجوا من جميع المناطق لحتى يحضروا هذا المعرض. وكمان في فكره نقله على طرابلس، بما انه انا بنت طرابلس اكيد فبنعمل الافتتاح ببيروت وبنرجع بننتقل على طرابلس ان شاء الله. هبه، عاده يعني سعر اللوحه اذا كان متوسط او غالي او ارخص يعني هل هو بحدد جماليتها يعني حتى تكون بمتناول الجميع؟ يعني قد ايه مهم فنانه تكون موجوده تقريبا باغلب البيوت، يعني تكون لوحاتها موجوده؟ اكيد اكيد. لا، سعر اللوحه ما نور بار على جماليه اللوحه ابدا. سعر اللوحه هو بصير بار على خبره الفنان، يعني هي مثل فورمولا عالميه بتنعمل. كل ما بيزيدوا المعارض كل ما بيزيد سعر اللوحه، لسبب انه انا اذا اشتريت لوحه من فنان باول معرض له ما فيني اشتريها بنفس السعر اذا كان عم يعمل خامس او سادس معرض. سو ذاتس واي السعر لازم لوحه الفنان أكيد. يعني مع أكيد. الوقت لانه الخبره المعارض بتزيد والشغل بيزيد، فاكيد هالفنان هيدا توسع فنه اكثر وانتشر فنه اكثر، ذاتس واي بتغلى سعر اللوحه. يعني شفتوا الالوان قد ايه حلوه بتلبق مع كثير من شو ما كان بيتكم. انا بتمنى انه توصل لمطرح ما بدك لانه بتستاهل اللي شفناه كثير حلو، وانت فنانه مبينه. متذكره هلا واصلين حاليا على فلورنس، كمان عندي معرض ب 1 اكتوبر. بمهرجان فلورنس للفن عالمي اكيد، وان شاء الله بنكون موجودين بنجاح. اذا لتنين الجاي مستمر ذا كامباك اوف وينجز اللي هو بجاليري اكزود بمنطقه الاشرفيه. جود لك لك هبه. لكل المشاهدين نحن وياكم ننتقل من هالفن الرائع لبريك قصير، وبعدها بعود انا وياكم للمتابعه. خليكم معنا ما تتركونا. ثانك يو. عودي معكم للمتابعة، وطبعا وصلنا لأولادي بالدنيا. أولادي بالدنيا اليوم استثنائيا مايا غايبي وضيفتي الدائمة، واللي حكينا مواضيع عديدة سابقا وكان مواضيع مفيدة جدا. نضال بركات مستشارة تربوية بدائرة الأم والطفل بوزارة الصحة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ماشي الحال؟ تبا. طب ليه بتتغيري على الهواء؟ ليه؟ بعدك نفس الشيء ماشي حالك؟ انت شفتني تغيرت؟ لا لا لا، بس بدي اشوف اذا ماشي حالك ولا لا. عم اعمل لك تيست صغير. لا معك ماشي الحال. نضال اشتقنا. اشتقنا بالفعل، وعم تحكي بموضوع كثير مهم، والموضوع هو بوقته اللي هو هلا الدخول للمدارس والدخول للحضانات. وطبعا اختيار الحضانه المناسبه لاولادنا هي اهم شغله، لانه خطا صغير ممكن توقع كارثه كثير كبيره. 100%. شو الكريتير او شو المواصفات اللي لازم يتبعوها الاهل ويعرفوها ويسالوا عنها ليوصلوا طبعا لحضانه او اختيار حضانه مزبوط؟ اول شيء انت بتعرف جوزيف، الولد بعمر السنتين كثير مهم انه يرتاد حضانه، يروح على جاردوري، لانه الجاردوري اثبتت الدراسات انه هي مش بس للام اللي بتشتغل، فعلا هي الديبان يعني بتسهل كثير امور على الاهل اللي بيشتغلوا، بس هي كمان مكان بيتواجد فيه الطفل لتنميه حاجاته الفكريه الجسديه النفسيه الصحيه، كل هودي مقومات كثير مهمه لتربيه الطفل قبل 4 سنين قبل ما يروح على المدرسه. نعم. بتعرف كل واحد عنده بوسيبيليتي يقدم رخصه وياخذ رخصه جاردوري، وعندنا صار كثير جاردوريات بلبنان هلا. بس بوزاره الصحه عملنا مثل جايد لاين للجاردوريات، وبعد ما اشتغلنا كنا بدنا نشتغل على شيء اسمه اكريديتاسيون، يعني بدنا نشتغل على كل جاردوري مواصفات ويكون عندها لي اكريديتي، يعني هالجاردوري عندها كذا مواصفات، هيدي اقل هيدي اقل. بس نحن رح نحكي هلا اون جنرال شو مفروض يكون في بهالجاردوري لحتى الام وقت تروح تنقي محل تيروح ابنها لاول مره، يعني اول مره عم يترك البيت تيروح على هالمحل هيدا، وبتعرف هذا المحل ديليكا اكثر من المدرسه،
الولد بيروح عليه أصغر من عمر المدرسة. نعم. بيكون بعد ما عمل السيباراسيون بينه وبين أمه، فإذا لازم يكون هذا المحل عنده مقومات. شو هني هالمقومات اللي لازم يكون؟ أول شيء أنا عطول بقول أنه صاحب المؤسسة وصاحب التربية، صاحب دار الحضانة، مين هو وشو بده؟ نعم. أنا كثير بهمني هالسؤال، مين هو وشو بده من هالمؤسسة الفتحة؟ بده يعتني بطفل؟ شو أهدافه بالحياة؟ كثير مهم، لأنه صاحب المؤسسة أوقات بيكون غير المدير. يعني هون في هالديلام الصغير، أنه أنت بتروح على جاردوري صاحبها فلان بس ممكن ما يكون مديرة. طيب. لأنه المدير لازم يكون صاحب اختصاص، وفي طيب. جاردوريات عن هي الصاحب والمدير هن شخص واحد، لأنه صحيح. بيكون صاحب الاختصاص. الأشياء كتير مهمة نطلع على المكان، نظافة المكان، يعني إذا المكان مؤهل يكون دار حضانة. إذا المكان موجود، هلأ ما فينا نطلب كتير بس أنه مكان، هل هالمحل المعمول فيها الجاردوري كتير في أكسي لناس بتفوت وتطلع، يعني بتعرف بياخدوا وقت شقة ببناية وبيعملوها جاردوري. عم بحكي أمنيا يعني. سيكوريتي كتير مهم، السيكوريتي. أوكي. حكينا عن الإيجيان، لأنه الجاردوري جوزيف هي محل للتربية وللصحة ولصحة النفس. يعني نحن بنشتغل كل شيء على الولد. إذا في انفيرمير، وبرجع بقول كتير مهم يكون في انفيرمير، عنا حالات بتصير بالجاردوري كتير مهم هي الانفيرمير تعمل أول سوان، أول قبل ما نوصل فيه على المستشفى، أم قبل ما يجوا أهله، أم واتفر. الحاضنة غير مخولة إنه تقوم بهودي الأشياء، إذا عليت حرارته، أم صار معه بروبلم، أم صار، لأنه في تقرير نحن بنعمله سنويا ومنقدمه كمان لوزارة الصحة. بس مهم إنه تكون هالجاردوري كمان، يعني أنا بلاقي أو أنا إذا لأمن أولادي بمدرسة، يعني قديش مهم من المدارس يكون في. نحن في بالآخر مرسوم طلعناه ما إلى حق المدرسة تفتح حضانة. أول شيء وزيت المدخل، يعني المدارس إذا اللي بده يكون عندهم جاردوري بده يكون بمحل محايد عن المدرسة. هلأ في نقطة كتير مهمة. شو السبب؟ رح أقول لك ليه. أول شيء المدرسة هي كأنستيتيوسيو معروفة، ما في شك إنه رخصتها غير رخصة الجاردوري دو آن. بده يكون عندها كل هودة بخارج عن حرم المدرسة، هذا كان بآخر مرسوم عمل. إذا بدها عندها محل تقدر تفتح فيه جاردوري تابعة، ما في مشكلة، بس ما تكون بقلب المؤسسة. أنا ما عم بحكي حد الصف، يعني أنا عم بحكي كمبنى وكخبرة بالحياة بس بتكون بيكون مش غلط، بس بتكون بغير لأنه غير مكان كليا وغير محل، وعدد الأولاد اللي بيتواجدوا بالصف في المدرسة هو غير عدد الأولاد اللي بتنوجد بالحضانة. أكيد. هي إذا بدك تشتغل على راسيو انترناسيونال، مفروض أمبرويت، يعني معلمة على 8 أطفال يمشون وخمسة لا يمشون. ان بار 8 و ان بار 5، يعني بالمدارس عم بيحطوا هذا موضوع تاني، بيحطوا عدد كتير كبير، بيحطوا 25 و30، بفوت ولد على بوتيت سيكسيون ب 25 طفل، يعني كمان عندنا مشكلة بهيدا الموضوع. بس في مدارس أقل، يعني بس المدرسة ديجا عندها الباك جراوند تبعها، عندها اسمها، عندها تشوفوا، يعني أنت بتنقي مدرسة، بتنقي سيستم إدوكاتيف لابنك، إنه أنا بدي أروح على مدرسة كاثوليكية، بدي أروح على مدرسة لايك، أنت بتختار أي سيستم. صحيح. والمدارس عندهم الوزارة مراقبتهم وعندهم بروجراماتهم. هلأ الحضانة، نحن الحضانات فعلا اشتغلنا كتير بوزارة الصحة. نعم. تنظمنا هالمهنة، لأنه أول شيء هالمهنة كانت غير منظمة. مزبوط. مثل هلأ هيكون فترة بتشتغلوا على الموضوع كتير. حكيت على الأمان وعلى النظافة، وحكيت الصحة كمان على الصحة وعلى التربية والتربية. الكوريكولوم يكون عندنا كوريكولوم، يعني بدي اقول لك شغله هيدي كثير كمان مهمه جوزيف، انه انا الولد اللي بيروح من سنتين لثلاث سنين، ما مش معناتها راح على جاردوري طعميناه واهتمينا فيه صحيا، لا، بدنا نشتغل على فكره، على صحته النفسيه وصحته التربويه. هودي كمان نقطتين كثير مهمين لازم ينشغل عليهم. في كوريكولوم لازم هلا عم نشتغل، كيف في كوريكولوم بالمدارس بالتربيه، نحن كمان عم نشتغل بوزاره الصحه انه يكون عندنا كوريكولوم نقول لهم لهالجاردوريات شو البروجرام اللي لازم تبلشوا فيه دو ا ازيت، شو الاشياء لكن العمر، الاشياء اللي لازم الولد ياخذها بهالعمر هيدا. وانتوا عم تتواصلوا مع كل الحضانات اللي عندها رخص بهالطريقه هيدي؟ ايه، بنعمل مؤتمرات. نعم. لهيدا الموضوع. بس تعرف نحن هلا رح نرجع نستأنف النشاطات، بس عملنا جايد لاين عن الصحه، عملنا جايد لاين عن الصحه الغذائيه، بتعرف. نعم. الولد بياكل بالحضانه مش مثل المدرسه. أكيد. كمان هحاول اشياء كثير علينا على المستوى نوعا ما بهالمؤسسات، يعني هذه الحضانه بدها تكون بديل عن الام والاب، عن الاهل 100% بهالفتره اللي هن موجودين فيها. هلا شو بيميز حضانه عن ثاني؟ في شيء اسمه ايكيب بلوري ديسيبلينير، هذا الايكيب البلوري ديسيبلينير
غير موجود بكل الحضانة. يعني هن أشخاص أصحاب اختصاص جوزيف، أصحاب اختصاص طفولة. يعني عنا بسيكوموتريسيان اللي هي مسؤولة عن الصحة الحركية النفسية، عنا الأورتوفونيست لتقويم النطق، عنا البسيكولوج اللي هي مسؤولة عن الحالة النفسية، وعنا الاختصاصية بالإدوكاسيون بالتربية بالعلوم التربوية تتحط هالبروغرام. بلوري ديسيبلينير يعني، والطبيب وطبيب الاطفال شاملي وكاملي شاملي. هلا مش كل الجاردوريات للاسف عندها هيدا الجروب، يعني بينعدوا على الاصابع اللي عندهم هيدا الاكيب، لانه هيدا الاكيب بيشتغل على جميع الاصعده تبع الولد. انت بتعرف بور ديبيستي ان بروبليم ان تروبل، بالحلقه السابقه حكينا عن تروبل دابرانتيساج. هودي الاشياء في اشياء فينا نكتشفها قبل ما يصير الولد عمره 5 سنين وقبل ما يصير عمره 6 سنين، وكل ما اكتشفتها ابكر كل ما انت سرعت بمساعده هالطفل وحطيته على الطريق السليم. بقى هيدا الاكيب هيدي شغلته. بنرجع اذا المدير صاحب اختصاص وليس باختصاص، واذا معه هالاكيب هيدا، لانه ايد وحده ما بتزقف، اذا معه هالاكيب تيقدر ينجح هالمؤسسه. عندكم الصلاحيه انه توقفوا اي حضانه ما عم تمشي على هال الاكريديتيشن اللي حضرتك قلتيها او على هالرولز؟ خليني لك شغله، الاكيب بلوري ديسيبلينير غير ملزوم بعد بوزاره الصحه. غير ملزوم نو. يعني الملزوم الانفيرمير مكلف. وبالنتيجه واحد بده ينقي اوقات اذا قادر على الغالي ولا قادر على الرخيص. على القليله نحن عملنا الجايد للبي ابا تبع الشغل للمينيموم، انه اذا بدنا تميج الولد بنص النهار شارب ببرونت الحليب ومشردق وصاير، اذا ما قلنا بتوفي صاير هيدا. يعني اشتغلنا على اشياء لحمايه الطفل. بعد في اشياء كثير نشتغلها لحمايه الطفل من العنف كمان، في عنف بيصير اوقات كمان بقلب الحضانه. اكيد بتشتغلوا عليها، في كاميرات مراقبه بتكون مفروض يكون في كاميرات مراقبه، مفروض في شيء اسمه كمان حكينا عنه بمره قبل عن الونيتي دو بروتكسيون، بنشتغل على حمايه الطفل من العنف اللفظي المعنوي، بنشتغل على الديسيبلين. لهو بتعرف العنف عده انواع. يعني ممكن ما يصير في عنف جنسي، ممكن بس ممكن يصير في عنف لفظي ومعنوي ونفسي اللي هو بضاهي هذا كثير. طب انا اذا بدي احكي هلا عن الحضانات الموجوده، مشان هيك الولد ببطل يحب يروح على الحضانه، ومشان هيك لازم ننبش على السبب ليش هالولد ما عاد حب يروح. إذا بدي أحكي على كل حضانات لبنان هلا، بنقول إنه كلها فيها المينيموم؟ قادرين تعملوا كنترول؟ ما بقدر، لا ما بقدر جاوبك هالقد تما أكون بدي أكون بلا في قانون. وعم عم نشتغل مدام باميلا، عم تشتغل على هالموضوع هيدا. وإذا بتعرف بجاردولي فيها شائبة أم غير مطابقة للمواصفات، أكيد بتروح عليها وبتحاول تسكرها وإكسترا. بس بقدر أقول لك إنه 100% لا لا، مثل كل شيء بجيب واسطه يعني انتر بارانتيز اذا بدك واسطة ممكن، ومنكمل بدون ما يكون في المواصفات المطلوبه. ممكن وهونيك اذا صار مشكله ساعتها في احصاء بتقول على المشاكل اللي عم بتصير، اذا في حالات وفيات، اذا في الحالات الوفيات بنعرفها بنعرفوا لانه عم ينحكى عنهم دجا بالاعلام وبينحكى عنهم. ولا ما بتحبي تقولي؟ لا ما بدي فوت هالقد تما نخوف الاهل، اصلا مش رقم كبير بس لازم يخافوا لحتى نقول لهم للاهل انتبهوا وقت تروحوا تنقوا حضانه. انا بفهم الحضانه كثير مهمه تكون حد البيت، انا بفهم الحضانه لازم ما تكون كثير غاليه تتكون تقدر تكون على مستوى البجيت تبع افوردبل لكل الاهل. هودي كثير مهمين، بس انتم عم بتسلموا اغلى شيء بحياتكم للجاردوري. بقى انتبهوا، لانه قبل ما يروح على المدرسه اغلى شيء بحياه الانسان هو طفله، ما في اغلى من هيك طبعا. عم نسلمه لهيدا الطفل، كثير مهم انه نعرف لوين عم نسلمه. بدوره الجاردوري كثير مهم تعمل فيش فاميليال وفيش ميديكال، وتعمل انامنيز لهالطفل وتعرف، وتاخذ ورقه من الحكيم، هي حطيناها بالجايد لاين، يمضي ورقه الحكيم عن صحته، عن صحه الولد وهيدا، وتنحط بالدوسي. حساسيه عنده شيء بقلبه، عنده عزم، عنده يعني. whatever لهن تنعرف نحن كيف الممرضه المختصه تعرف كيف تعالج الكاسه. بس الواحد يكون يعني يقدر يتاكد من ضمير هالاخصائيين او الاشخاص المعنيين بهالجردوري اذا كان في دواء بده ينعطى للولد او اكل بوقت معين او الى اخره، انه يكون عم يتاخد اون تايم. يعني الواحد ما بعرف اذا لازم يحط، هلا صار في درجه على تليفوناتهم بحطوا كاميرا، يعني مطرح ما موجود ابنهم بيطلع قدامهم كل شيء. انا بعرف في حدا حاطط جردوري الاجندة الكترونيك معمول عنا اياها، يعني وفي الويب كام اللي فيك تشوف ابنك اترافير الانترنت. يعني هلا برجع بقول لك هو مش وحدهم كافيين، هودي انا بقول لهم سيت ان بلوس بس سوني با ليسونسييل. هيدا شيء حلو انك تشوف ابنك ويب كام اوكي، بس مش هذا هو الاساس.
ولا الاساس انه تقرا الاجنده الكترونيك على الانترنت ومثل ما قلت ما بنعرف شو عم بيصير جوا. برجع بقول لك على نقطه كثير مهمه، مين الشخص الفاتح هاي المؤسسه؟ مين هو وشو بده من هالشغل اللي عم يشتغله؟ مين هو وشو بده؟ لا. اذا بده يكون شخص عنده ضمير وعم يشتغل هالمهنه بيكون فريمون الى اكسلي وبرع، ومشان هيك بتشوف جاردوريات كتير كتير منيحة، عنا ليفل كتير عالي جاردوريات، وعنا جاردوريات متوسطة وعنا أدنى من المستوى. قدي العدد؟ في عدد؟ هي جاردوريات أكتر شيء بجبل لبنان وبيروت، الأحصائيات بتقول أكبر عدد جاردوريات بس مش حافظة الرقم، هن بجبل لبنان وبيروت. وبيروت بيروت هي الأكتر عدد جاردوريات بس بلبنان. نضال أنا مع إنه نخوف الأهل لأنه يكون عندهم هالحذر حتى ما توقع على ما نحن جايين اليوم نقول لهم انتبهوا، أنتوا رايحين شوفوا مين صاحب المؤسسة، شوفوا الرخصة، شوفوا الانفيرميير إذا عندها رخصتها ومحطوطة بهالمؤسسة، مين عم يعتني بولادكم إذا في حاضنة أطفال، في إدوكاتريس، مين الإكيب إذا ما في إكيب بلوريديسبلينار. نرجع فتنا بكاتيجوري كتير عالي، شو بيعملوا لهالولد، شو البروغرام الإدوكاتيف اللي بياخدوه، كيف بيعاملوا الطفل، وأهم شيء عند دخول ولد الحضانة ما ياخدوا دغري من أمه ويقولوا له أول نهار في أدابتاسيون، في شيء اسمه أدابتاسيون. بس ما رح كرر كمان اللي قلته عن الأدابتاسيون، حكينا أنه الأدابتاسيون بتقطع بأربع فازات، أول شيء الولد بيجي عم يكتشف، تاني شيء بيكون عنده هالشوك أنه في سيباراسيون مع أمه، ثالث نقطة هي الدينايل غير قبول، وبعدين القبول. هودي بياخدوا معنا دوزيرو أديجور، يعني كتير مهم الجاردوري تطول بالها كتير على الام وعلى الطفل، الام اللي جايه خايفه لمين بدها تسلم ابنها. في رولز من قبلكم بتقولوا لهم انه الاعمار تفصلون مثلا الاشهر عن السنتين اكيد عن ثلاث سنين. اكيد وهيدي بينفذوها ومجبورين ينفذوها. ليك حسب نرجع حسب الجاردوري وحسب عم نقول حسب نرجع عم نحكي مع وزاره الصحه واللي هي وزاره الصحه هالايام ما عم ترحم. ما بدي اقول لك شغله، في حسب مساحه الجاردوري، خليني اقول لك كمان نقطه كثير مهمه، اذا عندنا جاردوري مساحتها 200 متر او 150 متر، عندها اوضه لعمر دون السنه وعندها اوضه للسنتين ثلاثه اوض. دكار. بس الجاردوري اللي معمولة ان فونكسيون دون جاردوري وإيكول ماترنال فاصلة، لأنه بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، غير أنه بتفصلنا للسيكوريتي كمان بتفصل للصحة، الفيروسس اللي بتجي لعمر تحت السنتين غير الفيروس يعني اللي بتجي لها يومية، إذا واحد ما كان ساخر ممكن يسخر اليوم ما يروح على الجاردوري. كتير مهم يا جوزيف يعني. الغرفة الموجود فيها الولد مش هي ذات الغرفة اللي بياكل فيها وبينام فيها وبيتغير له كوش فيها بيتهرهر فيها وبيلقى سيبا سا دي تو. خلص وقتنا، بس سؤال أخير، إذا حدا عنده أي اعتراض كل مرة بدي أحكيهم بسرعة باينو، بس إنه إذا حدا عنده اعتراض سريع في خط ساخن يتواصل معكم على وزارة الصحة، بس الرقم مش حافظته بدي اعطيك اياه. مش حافظه شيء، حافظته عندي بس انه اوكي. بس وزاره الصحه عند مدام باميلا منصور. طيب. مدام ميراي بترك الرقم عندك. أوكي. اذا بدهم يتواصلوا بيقدروا يدقوا في مدام ميراي اللي هي تحت ايد مدام باميلا، ومدام باميلا موجوده على طول بالوزاره، فيهم يتواصلوا معي وبقدر اوصل الشكوى واكسترا. بسم الله عليكي، يعطيك الف عافيه. ميرسي نضال، ان شاء الله بنشوفك قريبا كمان. لكل المشاهدين كاملين احنا وياكم عالم صباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا. للمتابعة تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا كمان، يعني من شوي جربت اقرا بعض الكومنتس، كثير عجبني هالسؤال وكثير عجبني قد ايه انتم عندكم قصص بحياتكم شايفين خطا فيكم وعبالكم انكم تصلحوها. حسام ابو فراس، الحشريه والاستظراف. لا كثير منيح انك تستلطف حدا بس الحشريه ايه لازم غيرها. فاطمه قديش صباح السعاده طيبه القلب اوقات بتكون زياده عن حدها، وفي اشخاص ما بيستاهلوا طيبه قلب، معك حق يا فاطمه. تهاني عدلوني صباح جوجو، قله شرب المي والعصبيه، لازم نشرب مي، هي اصلا يمكن بتخفف كمان العصبيه اذا بنشرب مي. تها زنكاري، التسامح الزايد. زيزو غزال، صباح الورد طيبه القلب. ريم حصري، الاكل هيدي عاده مش سيئه ابدا بس كلي قبل الساعه 5. علي نوري، صباح الورد، بصراحه العصبيه اكيد عاده سيئه، انا عندي اياها اوقات بحاول اتخلص منها. صباح النور، انا بحب شيل العاده السيئه، هي طيبه قلبي كتير دمرتني، معك. نيفين حكيم، صباح الخير. هاجر تومي، صباح الفل جوزيف، ولالك صابرينا، صباح الورد للملك، ثانك يو لالك. بصراحه العناد لانه عم بخسرني كتير شغلات، وكمان بعض الاحيان التسرع مع الاشخاص يلي بحبهم. كلنا عنا عادات سيئه بدون استثناء ابدا، مش غلط ابدا، بس الغلط انه ما نشتغل انه نغيرها. نحن وياكم وصلنا مع الدكتور
طبعا اهلا وسهلا فيك، وقلنا زمان ما شفتك، اهلا وسهلا فيك غسان. دكتور غسان صعب كثير. حسين حبيب القلب، انا ما بنساك ابدا، ما بنساك ولا بنسى طعمة اكلتك تحت دراسي يا شيف. رجع لك غسان، رجع كمان لجوال. بس شو شيف، بلشنا بشي نحن اليوم؟ بلشنا حضرنا سمكتنا مع زيت الزيتون والبيئة العطرية لحتى نفوتها على الفرن. اوكي، انا رح اترك لك الحديث لألك ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مثل ما شفنا السمك صار بالصينية مع زيت الزيتون مع الفلفل الأسود، رشة كمون وكزبرة يابسة، البيئة العطرية اللي هي الجزر مع طرنش رائح الحامض، وحطينا البصل وكمان حطينا عود قرفة وورق غار. هلا انا وياكم صار فينا نفوتها على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 15 ل 20 دقيقة. فوتت الصينية على الفرن. طبعا نحن السمك اليوم بدنا نستعمله لطاجن بالسمك اللي هو رح نحضره انا وياكم. بدنا طحينة، عصير حامض، عصير بردقان، وبدنا كمان فليفلة حلوة مطحونة ناعمة او فينا نقول بابريكا، ورشة من الفلفل الابيض او الفلفل الاسود بناخذ نكهة كتير طيبة. هون نحن فينا نحط لها كمان الكزبرة الخضراء، طبعا بعد ما نكون مقطعينها ونقعينها ومغسلينها فمنحطها بتعطينا نكهة مش غلط. طبعا رح نحط نحن طنجرة على النار مع زيت زيتون، البصل الجوانح، ورح نحط مع البصل الجوانح الطراطور اللي رح احضره انا وياكم هلا. طيب هون عنا من الطحينة في عندي طحينة، كمان في عندي عصير حامض، في عندي عصير بردقان، وعندي بابريكا رشة صغيرة، طبعا صلصة البيستو أو صلصة الحبق للراس عصفور أنا حضرتها صارت جاهزة عندي. أوكي، بس حطيت لحتى لونها. أوكي، مثل ما شفنا صارت جاهزة عندي الصلصة هون. طبعا بدنا نحط لها شوي من المي، لكن عنا هون عصير حامض، عصير بردقان، طحينة، ماي، بابريكا، رشة ملح، وراح احط كمان رشة من الفلفل الأسود. اوكي، صلصة الحبق حضرتها، البيستو مع زيت الزيتون مع السنوبر مع الجبنة، فينا هون نحن نحط لها توم، وفي ناس ما بيحبوا التوم معها فمنا مشكلة إذا حطينا توم أو ما حطينا، المهم السنوبر وزيت الزيتون وأيضا طعمة الحبق. بهيدا الوعاء المتوسط الحجم صار في عنا هون طحينة وعصير حامض، عصير بردقان، رشة فلفل أسود وشوي من المي حسب الحاجة، ورشة ملح. أنا رح حضر طراطور، رح حضر البصل على النار. طبعا السمكات صاروا بالفرن وبضل في عنا راس العصفور، لحمة راس العصفور بالحبق راح نحضرها آخر فكرة أنا وياكم، وهلأ بنرجع لعند جوزيف وضيوفه. شيف ثانك يو، هيدي لراس العصفور الصوص؟ هيدي الصوص للطاجن. للطاجن مثل ما عم نشوف الصحن، ليك الصحن شو حلو. بلاش حضر الصحن طبعا بعد ما كنت محمس الخبز. راس العصفور بدك تحط له راس العصفور مع صلصة البيستو. طيب أنا ناطر راس العصفور هلا، ناطر الروس كثير ايه، بس اول شيء راس العصفور. اول شيء راس العصفور. ثانك يو لك شيف، نرجع لك بعد شوي. لكل المشاهدين نحن ما نكمل معكم مثل ما قلت لكم مع صعب كثير مع دكتور غسان وضيفتنا جوال وهيبه، اختصاصيه بتقويم النطق بمؤسسه الاب روبرتس للصم والبكم. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه. دكتور غسان اشتقنا لك، انا بعرف عندك كثير حديث مع ضيفتك، ولكن رح اترك الحديث لك. صعب كثير. جوزيف ميرسي لك. جوال وهيبة، حضرتك مسؤولة عن تقويم النطق بمؤسسة الأب روبرتس، أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا فيك. جوال يا ريت بتخبرينا عن المؤسسة بحد ذاتها، أول شيء كيف نشأت، أمتين نشأت، مين بتستقبله من الأشخاص، شو نوع الحاجات الخاصة اللي بتستقبلوها؟
اوكي. نحن مؤسسة الأب روبرتس للأحداث الصم ولذوي الصعوبات التعلمية. هي مؤسسة تابعة للرهبات البسيليات شويريات، موقعة بسهيلي بكسروان، وهي مؤسسة مجانية متعاونة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. المؤسسة هي تأسست على يد الأب روبرتس. الأب روبرتس هو أب بريطاني الجنسية، إجا على لبنان سنة 1942 مع البعثة الجيش البريطاني، وبسنة 1959 حب أنه يرجع على لبنان من بعد ما كان فل. الهدف كان أنه يأسس مؤسسة خيرية تقدر تعنى بشؤون أولاد ذوي حاجات خاصة واختلاف. بعد 7 سنين من الجهود المتواصلة قدر يأسس المؤسسة اللي هلأ معروفة بمؤسسة الأب روبرتس. توفى الأب روبرتس عام 1983، وهو بعده للوقت الحالي جسمين موجود عنا بالمؤسسة. وقبل بسنة من ما توفى سلم المؤسسة للرهبات البسيليات شبريات، وهن حملوا الشعلة وبعدهم مستمرين بهيدي الشعلة واللي عم بتضوي صراحة بالبلد وبالمجتمع اللي نحن هلأ فيه. إن شاء الله تضل تضوي يا جوال، وإن شاء الله بصماتكم البيضة تضل مع كل ذوي الحاجات الخاصة. جوال عم تقولي يعني بس من العنوان يعني بفهم أنه بس أنتم بتستقبلوا حالات الصم أو كمان نعم. كل أنواع الإعاقات يعني لا. أي شريحة من الإعاقات أنتم بتستقبلوا؟ صح، نحن متخصصين مدرسة متخصصة بالعمل مع الأولاد اللي مصابين بالصم. وهلأ صار لنا كذا سنة مبلشين حديثا نستقبل أولاد ذوي صعوبات تعلمية. نعم. لأنه بينشغل معهم على أهداف خاصة بتنوضع على كل ولد، والهدف أنه نحن نقدر نساعدهم أنه يتخطوا صعوباتهم ويرجعوا يصيروا عناصر فعلة بالمجتمع. نعم. المؤسسة بتضم جسم إداري وتعليمي وعلاجي كامل ومتكامل. بهذا الجسم التعليمي عنا أساتذة ومعلمين من مختلف الاختصاصات، وعنا حتى أساتذة عاملين تربية مختصة. اللي هن أكثر عملهم معنا بالأولاد ذوي الحاجات الخاصة. عنا جسم علاجي، فريق من المتخصصين اللي عندهم متعددي الاختصاصات. نعم، عندنا المعالجه النفسيه السايكولوجيست، عندنا المعالج اللغوي سبيتش ثيرابيست مثل انا عملي بالمؤسسه، عندنا المعالج النفسي الحركي سايكوموتر ثيرابيست، المقوم التربوي اللي هو الاورتوبيداغوج، وعندنا مسؤول عن تجهيز وتحديث السماعات الاوديولوجيست اللي هو بيعمل تخطيط سمع. حلو. ومسؤول عن كل شيء سماعات صيانه وتجهيز. حلو. وعنا طبيب الأذن والأنف والحنجرة اللي هو دايما عنده زيارات مستمرة للمؤسسة بهدف أنه يتابع حالاتهم السمع. ذكرت جوال أنه صعوبات تعلمية يعني عندك ديسلكسيا وهلا. نعم. هل صعوبات يعني الكل نعم. الكل مقبول بالمدرسة أو بهال المكان؟ هو لقلك شو بيصير، نحن وقت يجي حيلا ولد نعم. كان عم بيواجه صعوبات وعم بيعاني بالمدارس، نحن بنستقبله. نعم. بيستقبله بالأول الفريق الإداري بمتمثل بالرئيسة ومديرة المدرسة سوي باتريس المسلم، والبسيكولوج دكتور فيفيان توما اللي هي أدجوانت مساعدة المديرة، والمسؤولين التربويين اللي هي ميشيل مارون وسهير الحداد. هن بيستقبلوا بس هن وقت يستقبلوا شو بياخدوا عندهم دروس ولا بس فقط للعلاجات؟ لا، نحن بالاول ناخذ الداتا بنشوف شو الوضع وشو الاسباب. نعم. بعدين بيتحول على الفريق العلاجي، يعني بيقطع على الاورتوفونيست تعمل له بيلان، يعني تعمل له تيست، وبيقطع على البسيكوموتريسيان على الاورتوبيداغوج على كل الاختصاصيه، وبعدين نحن كفريق بنقرر اذا هيدا الولد نحن رح نقدر نعطيه كل الطاقات اللي هو بحاجه لها بنستقبله، وفي حال لا بنرجع نحن بنحوله على مكان مؤهل له. نعم. من بعد ما ناخده منبلش نشتغل على الصعوبات التعلمية. هو محطوط بصف الأولاد مقسمين حسب العمر حسب المؤهلات اللي عندهم إياهم الكومبيتانس، وبينشغل معهم كجروب على الكومبيتانس عامة، وبيرجع بينشغل individual educational plan، يعني بيشتغل على خطب تربوية فردية بتنحط لكل ولد، بيتاخد سيانسات لبرا، بينشغل على حسب شو مؤهلاته قدراته الموجودة منحفزها ومنعمر عليها ومنساعدها أنها تنمى، المؤهلات اللي ناقصته بنشتغل انه نطورها ونحدثها، والهدف الاسمى انه هو يصير عنصر فاعل بالمجتمع. يعني اكيد اذا كان عنده مشكله بطل. جوال مجرد سؤالك عم تحكي رح يكون محفز جدا جدا جدا. صلى الله عليك يا جوال. جوال حضرتك الاورتو اورتوفونيست. اورتوفونيست. نعم.
يعني انا بستغرب بالعلاج اللغوي بتقويم اللغوي. نعم انا دايما السؤال اللي بساله واللي بيدهشني، ما حدا اصم كيف فيك يعني شو التكنيك؟ اكيد هلا ما رح نتعلم التكنيك، بس كيف فيك يعني دايما المشاهدين اكيد عم بيسالوا كيف حدا ما بيسمع قادر يرفض الاحرف ويتعلمها من جديد، كيف قادر يسمعها من الاول؟ نحن عندنا فكره انه ما بيسمع ابدا، كيف بدك توضحي لنا هالصوره؟ بالنسبه لعملك بالماضي كان الولد اللي ما بيسمع للاسف المجتمع ما كان مهيئ انه يتقبله، وما كان اصلا عندنا اختصاصيه او ما كانوا يعرفوا شو لازم يعملوا معه، كان ينترك بالبيت ويضل كل حياته بلا سمع. لا. نتيجة لهذا الشيء ما كان يحكي. هلأ مع تطور التكنولوجيا وكل الأساليب الحديثة كل الأولاد عندهم مساعد يعني أد ألوديسيون مساعدة للسمع اللي هي بتكون سماعة أو بينعمل لهم عملية زرع قوقعة الأذن اللي هي الأمبلان، بصير يسمعوا طبيعي يعني؟ صح مش طبيعي بس كتير بيتحسن سمعهم، بصير يعرفوا يحكوا اكزاكتلي. ونحن نتيجة لهيدا الشيء الولد بيتعلم انه يتكلم، مش هيك سور ميو اللي هي الشيء متعارف عنه انه ابكم اصم، هيدي غلط التعريف الترمينولوجي لانه هو بيحكي نتيجة هو ما بيحكي لانه ما بيسمع، بس نحن مجرد ما اشتغلنا على قدراته السمعية وطاقاته بيتعلم انه يحكي مثله مثل اي ولد لانه هو ما عنده اعاقة على ليفل كل شيء خاصه بالنطق. اذا ولد تعرض للصم بعد 3 سنوات او 4 سنوات وقت يكون بلش عم يحكي، صح شو بصير حالته بعدين بالمستقبل؟ نحن عندنا حالات بيولد ما بيسمع او ما مثل ما حضرتك تفضلت بيكون نتيجه لالتهاب مستمر بالاذن لحاله طبيه معينه او لسبب شوك على الدينه، بهالحاله ممكن يكون انه يخسر اللي تعلمه، نحن بنعطي الهم انه هذا الشيء يصير، بس مجرد ما نرجع نحدث ونحفز القدرات السمعيه بيرجع بينشغل معه مثله مثل ولد خلق ما بيسمع. نعم. وقالون تام يعني على المدى البعيد كثير بيتحسن وكثير بيتقدم، بيتعلم يقرا ويكتب، بيتعلم مهنه، حتى ممكن يوصل للجامعه وبيصير عنصر فاعل بالمجتمع مثله مثل اي انسان. هذا جاي اسالك عنه جوال، بالنسبه للدمج يعني تيوصل مدرسه جامعه ومهنه يعني في عمليه الدمج. نعم. تشتغلوا عليها باكيد انتم مثل ما قلتي فريق كامل متكامل بكل صح. الاختصاصات لتاهيل هالاشخاص، تطوير مهاراتهم، تحفيزهم، كيف ينشغل على الدمج عندكم؟ قبل ما احكي على الدمج، نحن تلاميذنا بالمؤسسه هن قادرين انه يوصلوا على الجامعه، لان نحن تلاميذنا بيقدموا تقديم دوله. هلا نحن متعاقدين مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، بس وقتها بينزلوا بيقدموا بالدوله بياخذوا طلب خاص. نعم. وبيقدموا وعم بيكون عندنا نسبه نجاح 100% كل سنه بفضل كل جهود الاشخاص والاساتذه اللي عاملين بالمؤسسه. حلو. رائع. وبجهود اكيد المسؤولين والاداره. نعم. هيدي في حال كفى عنا بالمدرسه، في حال انعمل على الدمج، كنت حابه اقول انه الدمج المديره والرئيسه سير باتريس هي من اوائل الاشخاص اللي اشتغلوا على الدمج بلبنان، بلشت بال 2001. هلا للاسف نحن بالمجتمع ما عندنا صراحه ايدين كفايه لتزقف مثل ما بقولوا، ما عم نتساعد من ولا طريقه. صح. كان عندنا تجارب كثير ناجحه بالدمج وتلاميذنا وصلوا على اماكن كثير رائعه، عندنا اشخاص تخرجوا صاروا مصممي ازياء، عندنا اشخاص بيشتغلوا بالصحافه وهن خريجين بالاصل تاسسوا عندنا، هذا فخر لمدرستنا اكيد. وعندنا كان تجارب فاشله، هلا التجارب الفاشله لانه المجتمع مش مهيئ. نحن لما بنحكي بسياسه دمج لازم نخلق بيئه حاضنه. صح. البيئه الحاضنه مش يعني الولد وعائلته، لانه هن بيكونوا تحضروا وبتكون كل الاكيب استلمتهم وساعدتهم بطريقه جدا رائعه، هي المشكله بالمجتمع اللي عم بيستقبل عم يتلقى. المدرسه اللي نحن عم نبعث عليها، الاداره، حتى الاساتذه العاملين اللي بعد ما عندهم تدريب الكافي ليعرفوا يتعاملوا مع هالاشخاص، التلاميذ اللي معهم بالصف، الاهالي تبع الغير اطفال كيف ممكن يتقبلوا شخص اللي عنده اختلاف، والمجتمع بحد ذاته لانه احنا ما عندنا سياسه دمج واضحه بلبنان. صح. بقى مشان هيك بعضهم بارتاتون ما يعني اس ايرور، بنجرب بنغلط بنرجع لنقطه الصفر. صحيح. لازم ينعمل سياسه وطريقه تكون كثير واضحه لنقدر نحول، لانه سياسه الدمج اذا ما كان في بيئه حاضنه مكيفه ومهيئه. صح. مثل ما لازم ادابتي تفشل جدا، والفشل الاكبر بيكون مش للمجتمع المستقبل، بيكون للولد اللي هو انحط بهذا المجتمع ورجع اضطر انه ينسحب منه، هون بكون خيبه الامل كثير كبيره. No. صح. يعني no. انا بتصور انتم كمؤسسه عن جد يعطيكم الف عافيه، عم تعملوا اللي عليكم بزياده. مرسي. ولكن للاسف مثل ما قلتي جوال، بدنا المجتمع هو يعرف يتقبل ويتلقف هالحاله هيدي وينميها ويطورها. ودائما كنا نقول بهالفقره يا عمي عندنا شيء انتجراسيون
بس عندنا شيء اسمه انكلود، عندنا شيء اسمه تقبل. المجتمع هو بده يتاسس ويتقبل هالحاله ويطورها كمان، لانه مثل ما قلتي ما فينا نزقف بيد وحده. جوال، شو بدي منك كلمه من مؤسستك للمجتمع للدوله للحالات اللي بتمرق عندكم؟ الشيء اللي بقوله انه الاشخاص ذوي الحاجات الخاصه هن عندهم اختلاف، بس الاختلاف تبعهم هو نعمه. نحن بالمؤسسه لما نحن بنعلمهم نصدق نحن بنتعلم منهم، نتعلم اكثر ما بنعلمهم، لانه هن قادرين يعطونا افكار، قادرين يعطونا مكتسبات ومفاهيم نحن فقدناهم اوقات بننساهم. صح. هول الاشخاص هن صراحه نعمه بمجتمعنا، وهن ما ناقصهم ابدا اي شيء، هن اشخاص عندهم قدرات وقادرين يكونوا اشخاص كثير فاعلين بالمجتمع. نحن ما علينا غير انه نتقبل هالاختلاف، نحضنه ونساعدهم ليطلعوا طاقاتهم، وهن قادرين انه يمشوا بهيدا البلد لقدام مثلهم مثل اي شخص، لانه هن ما بينقصهم. لما عندهم حاسه ناقصه او عندهم قدره ناقصه عم بيعملوا لها كومبنساسيون، عم بيعوضوها بطرق كثير احسن مما اي شخص عادي. وهذا عم يخليهم ناس متفوق، يعني يتفوقوا بمجالات كثير. جوال، انا بدي اشكرك من كل قلبي لحضورك للكلام الرائع والحلو، اسم الله عليك. للسبيتش اللي عملتيه، يعني ما تعجبكم معك مذيع يعني. مرسي. شكرا لحضورك وتحيه لهالمؤسسه الرائعه، مؤسسه الاب روبرتس، يعطيكم الف عافيه. تحيه لمؤسستك اكيد. بس مرسي. هيك كنتي بس فت عليا ولا جوا صرت هيك ولا؟ لا اي قبل هيك. بس هن بيطلعوا احلى دقات لعنا اياها، الخبايه بتطلع بعد اكثر. ثانك يو جوال، يعطيك الف عافيه بالتوفيق، شرفتينا. شكرا لحضوري. ثانك يو دكتور غسان. ثانك يو. بنشوفك الاربعاء الجاي على الراديو بموضوع جديد. ثانك يو على كل هالمواضيع كمان يلي عم بتقدم لنا اياها، مهمه ومفيده للمجتمع، مفيدة للي عنده حاجة خاصة وللي ما عنده حاجة خاصة، لعرف يتعامل مع هالوضع بشكل صحيح. صح. وسليم. لكن المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا. عودي معكم للمتابعة. طبعا وصلنا لفقرة سينما، واليوم سينما أنا راح أستلمها استثنائيا طبعا الزميلة غيدة لظروف خاصة غايبة عنا. ضيفنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك ربيع الخوري، المنسق العام لبرنامج مواهب بيروت. أهلا. إذن سينما. اليوم راح نقسم فقرة سينما لاثنين، راح نحكي عن جمعية متروبوليس ومعهد جوتيه لبنان اللي كمان بالاشتراك مع مواهب من ألمانيا. رح بيكون في مهرجان برلين بلبنان اللي بيصير كل سنة، وفي مواهب بيروت كمان يلي مشاركين هن بالتزامن مع بعضهم وبنفس المكان عم بصيروا. وين عم بصيروا أول شيء؟ بمتروبوليس أمبير صوفيا بالأشرفية. بالأشرفية. خلينا نحكي شوي أول شيء عن مهرجان برلين، ونحكي شوي عن المشاركين، الضيوف اللي جايين من برا ومن لبنان، من كل دول العالم العربي، متخرجين جديد عندهم افلام، شغالين على افلام، ويستفيدوا من ورش العمل اللي حضرتكم عم تقوموا فيها خلال هالمهرجان هيدا. شكرا لاستضافتكم، دائما بتغطونا نشاطاتنا. نحن بصيرنا كجمعيه متروبوليس وبالتعاون مع معهد جوتي للسنه الثالثه على التوالي انه نقدم هالنشاطين اللي بيصيروا بالتزامن مع بعض. نعم. النشاط الاول هو مواهب بيروت اللي تابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي للسكشن اللي اسمها برلينالي تالنتس، اللي بتستضيف كل سنه فوق 300 موهبه من كل انحاء العالم. مواهب بيروت بتستضيف 23 موهبه فقط من العالم العربي لنضوي على شق التقني للسينما. يعني نحن بنعرف انه بالعالم العربي دائما المخرج، المنتج، الموزع عنده فرصه انه يشارك بورشات عمل، يحضر مهرجانات، يشوف خبرات اخرى. إنما التقنيين مثل المؤلف أو الأديتر، الساوند ديزاينر، السكور كومبوزر بيألف الموسيقى، وأيضا مدير التصوير أو السينماتوغرافر كتير قليل أنه يصير له الفرصة أنه يحضر ورشات عمل، يستفيد من خبرات آخر. وحتى بالجامعات عندنا بالعالم العربي ما فيها الاختصاصات، يعني بتتخصص راديو تي في أو بتتخصص سينما وبيكون عندك صف عن المونتاج أو صف عن الصوت، بس ما عندك تخصص كامل. نعم. فمن خلال هالورشة نحن حبينا أنه نساعد مواهب من العالم العربي، نبلش جديد أنه تقوي مسيرتها وأنه تقوي خبرتها وأنه تشوف الآخر كيف بيشتغل وتستفيد من خبرته. طيب وتنحكي عن الآخر، هني عن أشخاص جايين عم بيعطوا أو عم بيديروا هالورش العمل اللي عم بتصير خلال هالمهرجان، مين هني هالأشخاص بالتحديد ومين المتلقي لل 23 موهبة المتخرجين جديد وعندهم أفلام تخرج اللي عاملينها وشغلين عليها وجايبينها وجايين؟
وفي عالم تانيين كمان جايين يديروا هالورشة العمل لا يعطون من خبراتهم. نحن أول شيء بيصيرنا أنه السنة لجنة الاختيار اختارت 23 موهبة، وهالمواهب جاية من بلدان كتير مختلفة، عندنا من لبنان، من سوريا، من فلسطين، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، الأردن والسودان، يعني البلدان فعلا كتير كتير مختلفة. أول نقطة هي أنه هول المواهب تتعرف على بعضها، تعرف أنه في ناس عم بيشتغلوا بنفس المجال ببلدان مختلفة من العالم العربي. نعم. وتاني شيء هالمواهب تتعرف على الخبراء اللي نحن جايبينهم مش بس من أوروبا، أيضا من العالم العربي، للشاب العربي يعرف أنه هالخبراء موجودين فيهم يستفيدوا من خبرتهم، مش ضروري يروحوا على أوروبا لا يكون في تعاون، إنما التعاون موجود بالعالم العربي، لازم بس نلاقي الأشخاص اللي فينا نستفيد من خبرتها أو فينا نتعاون معها أو فينا نشتغل معها. بصيرنا يكون عندنا خبراء جايين من أوروبا طبعا أكيد، ونحن عم نعزمهم لا يجوا على لبنان ولا يتعرفوا على ثقافة بلبنان وبالعالم العربي، طريقة صنع الفيلم بهالمنطقة. وأيضا عندنا خبراء فينا نذكر منهم رنا عيد اللي بتدير دي بي ستوديوز باسم الفيل هون قريب من الاستوديو تبعكم. نعم. اللي عندها استوديو صوت هي عم تصنع صوت لعدد كتير كبير من الأفلام اللبنانية والعربية. بصيرنا أنه نستضيف كمان بلال هبري اللي هو مصحح ألوان أو كولوريست كمان ليشتغل مع هالمواهب على طريقة تصحيح الألوان ويعرفهم على الاستوديو تبعه اللي هو موجود بلبنان. يعني فينا نشوف استوديوهات موجودين بالمنطقة، مش مضطرين نحن نروح على أوروبا لنعمل صوت لنصحح ألوان. نعم. لنعمل هول الأشياء. أنا عم نشوف بعض الصور من مهرجان السنة الماضية. صح. اللي صار كمان بنفس المكان. يعني صح. 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 دايما وكان في كمان استقبال مواهب من كل العالم العربي. صح. 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 بنفس الطريقة. طبعا في افلام لفتت يعني كانت ملفتة اذا فينا نحكي عنها وفينا نتطرق لمواضيع مثل شو. هل نشاط مواهب بيروت عم بيصير بالتزامن مع مهرجان الفيلم الالماني. نعم. بسنته بدورته الثالثه، وبصرنا انه نقدم افلام معظمها عم تقدم للمره الاولى بلبنان. فينا نذكر منها اكيد فيلم الافتتاح توني اردمان لمارن. نعم. عادل اللي رشحته المانيا لجوائز الاوسكار السنة. هيدا الفيلم أنا بشجع الناس تجي تحضره، هو عرضه بكرة بالافتتاح بمتروبوليس أمبير صوفي الابتداء من الساعة 7. بكرة الافتتاح. بكرة الافتتاح. هيدا الفيلم حساس جدا، إنما كوميدي جدا، وبتاخذ الكوميديا أنت إذا بدك تحكك أو إذا بدك تبكيك. هي قصة صبية عم تخسر علاقتها مع بيا بدواعي شغلة، فبيا بيقرر يروح لعندها محل ما هي عم تشتغل، هي ألمانية عم تشتغل برومانيا. أيه. ليجرب يضبط هالعلاقة. نعم. بس بيقرر انه يضل لفترة اطول، وبينتحل شخصية رجل اسمه توني أردمان بيكون موجود معها بكل مكان على امل انه هيدي البنت ترجع تلاقي علاقتها. شو مظبوطة، بس يعني شو واقعي كمان، واقعي كتير الفيلم، كوميدي بس. أيه. بنفس الوقت كمان تراجيدي، لانه العلاقات هيك عم بتصير بهالايام، كله عم بيصير عبر الواتساب وعبر الفيسبوك، وعم نخسر علاقاتنا نحن ببعض. ايوه مظبوط، يعني بتجتمع العائله لما بيروح الواي فاي هيدي البنت طلعوها مؤخرا. صح. طبعا كمان في عده افلام، قديش في افلام لمواهب لبنانيه موجودة في عندنا 7 مواهب لبنانية. نعم. ما عم نعرض أفلامها، نحن الهدف تبعنا مش أنه نعرض فيلم لهالمواهب، هدفنا هو أنه نقوي موهبة الشخص اللي عم بيقدم. صحيح. يعني من خلال الخبرة اللي حيستفيد منها بهالخمس أيام، ونحن المجموعة هي كتير صغيرة 23 شخص، لا نقدر نكثف قد ما فينا الاستفادة. يعني لو كنا عاملين جروب 150 شخص كانت أكيد الاستفادة رح تكون أقل، فنحن حبينا أنه يكون عندهم إذا بدك لقاءات ونقاشات على جروبات كتير مصغرة مشان لتكون الاستفادة. كم سنة صار بنعمل المهرجان؟ هيدا دورته الثالثة. ولو ما كان في إقبال إن كان على البرنامج مواهب بيروت. نعم. أو على الفيلم الألماني اللي هو مفتوح للجمهور، يمكن ما كنا وصلنا له. طب إذا هالإقبال موجود مثل ما عم بتقول وعم يصير في ورش عمل واستفادة من خبرات غيرنا، يعني شو ما كانت، حتى فينا نستفيد من خبرة حدا موهوب تاني. صح. يعني صح. أو من زميل لقلنا عنده نفس الخبرة أو نفس سنين العمر الخبرة. شو شفتوا بالسنين اللي مضيت، أو شو مين برز، كيف استفادوا، كيف فسروا هالورش العمل بأعمالهم لاحقا؟ عم تتابعون ترجعوا يعني؟ نحن المتابعة عم بتصير أكيد، لأن نحن هو المواهب عم نعرف شو عم تعمل وعم نعرف كيف عم تتقدم. في كتير مواهب شاركت عنا قدرت تبرز بأفلام روائية طويلة. هالأفلام الروائية الطويلة عم تروح على مهرجانات عديدة. فيها أذكر مثلا لما صوايا من كم سنة شاركت بمواهب بيروت واشتغلت على فيلم غسان سلها بالأخير اللي هو الوادي اللي شارك بمهرجانات. صحيح. مثل تورونتو وبرلين. ففي عدة مواهب هلأ عم بتلاقي طريقة وعم بتشق طريقة، وهذا الشيء كتير بفرحنا، لأن بحسسك أنه نحن هول المواهب وهالاستفادة اللي نحن عم نقدم لهم إياها عم تبرز بخلال أعمالهم الجديدة، وهن عم بيتقدموا خطوة خطوة ليوصلوا
لمستوى أعلى. في عندنا شاب اسمه مارك خليفة شارك معنا بالدورة الأولى بإدارة التصوير، السنة هو عم بيعطي سيشن لهالمواهب، وهيدا بالنسبة لنا شيء كتير مهم إنه موهبة هلأ صارت عم تتقدم وهي عم تعطي ورشة عمل. لتختاروا شخص كان مشارك أو موهبة لتجا تعطي سيشن، يعني شفتوا عمل إنجازات معينة خلال هالسنوات يلي مرقت. طيب بما أنكم شايفين إنه ما في اختصاصات بلبنان، مع أنه لبنان هو بلد الميديا وفي كثير من الجامعات عندها الاختصاص، كان راديو تي في، كان تمثيل واخراج، كان يعني في كل حدا بسميها شيء يعني كوميونيكيشن ارتس الى اخره، ليش ما بصير في تنسيق مع الجامعات للتركيز على الاختصاصات؟ يعني ان كان صوت، ان كان صوره او تصحيح الوان، ان كان موسيقى، يعني اخراج، ما بعرف يعني الاخراج هو كلمه صغيره ولكن مفعوله كبير يعني متشعب كثير، بده يكون واحد بيفهم بكثير من الامور ليقدر يعمل عمل كامل متكامل ويوصل كمان للنجوميه. وانه في عنا كثير طلاب لبنانيين من الانديو، من الايو، من اليو اس جي، يعني القلبة عم بيوصلوا للعالميه ولمهرجانات عالميه وعم بيحصلوا على جوائز. هالورشة العمل اللي نحن عم نقوم فيها هي مخصصة لهالمواهب اللي قدمت. نحن بما أنه كان في إذا بدك call for entries نبعت مشان لكل العالم تقدم على هالورش العمل، حبينا كمان انه يكون في ندوات مفتوحه للجمهور، يعني ما يكون كله بس مخصص لها 23 موهبه اللي تنقوا، انما اصلا ايضا يكون في ندوات مفتوحه للجمهور. بصيرنا انه يكون عندنا ندوتين مفتوحه للجمهور، وهون نحن طبعا صار في تنسيق مع الجامعات انه يدعوا تلاميذهم يلي عم بيعملوا اللي عم يشتغلوا راديو تي في او اللي عم بيدرسوا صحافه، اللي عم بيدرسوا سينما، انه تحضر هالندوات وتستفيد من الخبيرين اللي نحن حاطينهم. بصيرنا كثير يكون معنا ندوه للمؤلف الموسيقي العراقي خيام ألامي اللي ألف موسيقى تصويرية لفيلم على حلة عيني As I Open My Eyes، الفيلم التونسي اللي كان بمهرجان فينيز. وأيضا كتير بصيرنا نستضيف المخرج جوشوا أوبنهايمر يلي عمل فيلمين وثائقيين طويلين The Act of Killing و The Look of Silence يلي عم نعرضهم بمتروبوليس أمبير سوفيل، واللي اثنين ترشحوا للأوسكار. نحن بالعالم العربي بنعرف أنه طريقة صنع الفيلم الوثائقي عندها إذا بدك موجودة أكثر من الرواية الطويل، فنحن أكيد بهمنا أنه كمان الفيلم الوثائقي نخصص له حصة بورشة العمل تبعنا. طبعا الأفلام كلها قصيرة طبعا اللي موجودة بدون المهرجان، بالمهرجان كله أفلام روائية طويلة، التالنتس أكيد كل واحد عنده فيلم قصير بس بالمهرجان بإطار المهرجان كل الأفلام هي روائية طويلة ألمانية. طيب فينا نقول برنامج المهرجان من أمتين لأمتين، الافتتاح أي ساعة، وهل حافظ شو رح ينعرض؟ طبعا المهرجان نفتتحه بكرة نهار الخميس بمتروبوليس أمبير سوفيل تمام الساعة 7 7 مساء. في عنا ريسبشن صغيرة بتباع فيلم الافتتاح اللي هو توني أردمان اللي حكينا عنه. أيضا في عنا أفلام بارزة بالمهرجان نذكر منها The Look of Silence لجوشوا أوبنهايمر يلي عم بيقدم ندوة مختصة نهار الأحد، عم نقدم فيلمه السبت، فيها الناس تجي تحضر فيلمه السبت الساعة 8 وتحضر الندوة الخاصة اللي هي مفتوحة للجمهور وببلاش نهار الأحد الساعة 5. أيضا بإطار المهرجان بصيرنا كتير نكون عنا استعادة لأفلام غينا فيرنر فاسبندر اللي هو أحد أهم وأبرز المخرجين الألمان، عم نقدم 5 من أهم أفلامه كلها بنسخ مرممة، يعني عم بشوفوا الناس لأول مرة completely restored على الشاشة اللبنانية. وأيضا في أفلام عديدة جديدة جايتنا مباشرة من برلين. بيستمر لأمتين المهرجان؟ لتنين تشرين الأول، من 22 أيلول لتنين تشرين الأول. تقريبا 11 يوم يعني مش سهلين أبدا طويلة. يعني يعطيكم ألف عافية، بتحضروا له قبل بوقت بكتير أكيد لتوصلوا لهون، وهالإنجاز هيدا يعتبر إنجاز. طب في مواهب بتقارنوها بمواهب أجنبية لبنانية؟ ممكن تشوفوا أنه في أشخاص يمكن لبنانيين تخطوا الاشخاص اللي دارسين برا، لانه انتم جايبينهم عم تستفيدوا من خبرتهم، بتشوفوا فيهم تالنتس مهمين؟ الموهبه صراحه هي بتتنمى، يعني اذا قديش انت بتدرس وقديش بتتعلم بعدين عندك هالخبره اللي انت بتاخذها عبر السنين. نحن بهمنا انه هول المواهب اللي نحن شايفين انه هن مواهب عندها مستقبل، نحن بهمنا بس نتفشهم، نحن لا عم نعلمهم ولا عم ندرسهم، نحن بهمنا بس هالدفشه النوعيه يلي يمكن بتشكل اذا بدك طريق جديدة بمسيرتهم الفنية. فأكيد في مواهب، والدليل أنه في مواهب عم تعمل أفلام روائية طويلة عم تشارك بمهرجانات عالمية. صحيح، وهذا دليل أنه العالم العربي موجود والسينما إلى محلها، لازم بس نحن نراعيها شوي صغيرة ونخلي محل فسحة صغيرة للثقافة بالعالم العربي أنه تتنفس.
طبعا نحن بندعي لكل نوع من الافلام، وخاصه مثل ما قلت كمان يكون في حصه كبيره للافلام الوثائقيه اللي انا اشتغلت فيها فتره كثير طويله، وعملت عدد دوكيومنتير عن لبنان، عن المملكه العربيه السعوديه، عن قصور لبنان ومتاحفها. يعني في امور فينا نفوت فيها بلبنان، بهاللبنان الصغير ممكن نقدر ننفذ الاف والاف الافلام بمواضيع جديده. انا بدي ادعي بالتوفيق لكل الطلاب اللبنانيين، لانه احنا بنعرف قد ايه كثار منهم عم بيتوجهوا على هالمجال هيدا، وبعرف قد ايه في يمكن هلا صار في قصر بفرص العمل، يا رب ترجع تنفتح هالبواب للجميع مع كثر وسائل الاعلام طبعا، ولكن ما بعرف ليه صاير هيك. صار في اشخاص عم بيتخرجوا يمكن عم يشتغلوا على صعيد فردي وما عم بيقدروا يلاقوا فرص عمل يقدروا يوصلوا فيها، ومؤخرا السينما اللبنانيه مش عاطله ابدا. ما هيدا اللي انا بدي اقوله، انه هو التلفزيونات والراديو وكل الوسائل موجوده، انما حاليا عم بيصير في نقله نوعيه بالسينما، وعم بيصير في طلب للخبرات انه تكون موجوده وانه تشتغل على الافلام اللبنانيه الجديده. انا بتمنى لك توفيق لك وللمهرجان ربيع، ربيع الخوري منسق العام لبرنامج مواهب بيروت كمان، وبالتوفيق لكل مواهب اللبنانيين المشاركين كمان، يعطيهم الف عافيه. شكرا لكم. نحن مكملين احنا وياكم على مصباح، بريك قصير وبعدها بنعود لنقرا بعد الكومنتس عن التواصل بيناتنا وبين الفيسبوك اللي حطيتوا لنا اياهم حضرتكم. كيف فينا نغير بالعاده؟ عندك شي عاده سيئه بتحب تغيرها بحياتك؟ اشتغل اقل. اشتغل والله لا هي عاده سيئه، توصل لعاده سيئه. توصل لعاده سيئه. توصل لا اشتغل اقل، فكر بحالك كمان. ثانك يو. بريك وبنرجع، خليكم معنا. عودي معكم للمتابعة، شو رأيكم نتواصل سوا عبر صفحة الفيسبوك كمان من خلال اللي انتو كتبينه، اللي انتو وصلتوا لنا اياه بالكومنتس، وجوابكم على سؤالي شو العادة السيئة اللي بتحبوا تغيروها بحياتكم اللي ممكن نكتسبها بسهولة، يعني ما بدها هالقد تعب ابدا. ميرا الشريف، اسعد الله صباحكم وصباحك، واشرق الله ايامك وايامك. العادة السيئة اللي بتمنى انه اغيرها هي عادة النوم متأخر، فهي بتسبب لي الكثير من المتاعب وقت اوعى مبكرا، وشكرا. معك حق. فريال البسوني، صباح النور كمان لقالك، مشكور على النصائح يا جوزيف، ولو يا هنا اهلا وسهلا فيك نهلة. اترحوني صباح جوزيف الجميل، التشاؤم بدي غيره. اكيد انا يعني اذا بتتابعيني كل يوم بتغير التشاؤم، بتغيري اكيد، مش لازم يكون موجود التشاؤم، دايما شوفي الميلة المليانة من الكباية صدقيني. ريم شريف، يسعد صباحكم، تفكير الزائد عن الحد بامر لازم يتم حسمه. ايه معك حق ريم، لازم الانسان شوي يفكر ويحلل بس يريح نفسه كمان، ما هي متعبة. كل الامراض اللي بتجي علينا هي من خلال الستريس والتفكير والتعصيب وعتلان الهم، ومنحط الهم وبنقعد اوقات لازم نطنش، اكيد ما ننسى حالنا ونوقع، ولكن نعرف ندير حالنا ونكون دايما ايجابيين. الايجابيه بتجيب لكم الحل منها لوحدها. أسيد صالح، التدخين وطيبه القلب الزايده عن حدها. يسعد صباحك جوزيف وصباحك أسيد، اكيد يعني تدخين عادي سيئه جدا 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 جدا، وطيبه القلب اوقات توصل لتكون سيئه لانه في اشخاص ما بيستاهلوها. مزبوط، لانه كثير منكم قايلينها. نهى هزيم، قله الصبر، الصبر مفتاح الفرج، اكيد قله الصبر مش لازم الانسان يكون عنده باسيونس، صبر. لارا زين الدين، قلة شرب المي، طبعا لازم نشرب مي قد ما فينا يا لارا. يعني في كثير بدكم اقول بعد، في معي وقت وفي كثير مجاوبيني، بس انه انا ما بدي اخذ من وقت الشيف، شيف بدك كثير وقت؟ يعني شو عندك هونيك؟ عندنا السمك. شو عادتك السيئة قلبك تغيرها؟ غير الأكل الطيب وكذا، هيدي عادة مش سيئة، هيدي عادة تعصيب. تعصيب بتعصب شوي. بدك تروق لانه نحن ما بنستغني عنك، انت غالي علينا يا شيف. اكيد. شو بتغير عاده سيئه؟ لا كثير. بتحبوا للشيف؟ ما في عاده سيئه عندك؟ ما في عاده سيئه. في اشخاص ما انا والله في اشخاص. علي عندك شي عاده سيئه؟ لا انا؟ ايه ابدا. بعصب. بعصب. ايه ما تعصبوا. ما في شي حرزان. عن جد ما في شي حرزان. وما حد ما راح اقول شو قلت علي لانه بقول لا اللي سوري ما بقول. انا بدي اقول لكم شغله انه عن جد ما في شيء حرزان بهالدنيا، ما في شيء حرزان بهالدنيا، لا تعصبوا ولا تتوتروا، خليكم دائما مبسوطين ورايقين
ويكون صباحكم حلو بكمل كل نهاركم حلو، واسمعوا النصايح قلت لكم اياها الصبح بدكم عاد لكم اياها. هلا اذا بقي معي بالاخر بعيده لانه عم يطلع فيي حسين، ورشه ملح مع شيف حسين انا بعد شوي بنضم لك. تحيه طيبه لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا، ما بأسر لو اخذ لنا شوي من وقتنا جوزيف بس ماشي الحال. هلا نحن هون حطينا البصل على النار، بلشنا بطاجن السمك، زيت زيتون مع بصل جوانح. بهيدا الوعاء في عندي طحينه، عصير حامض، عصير برتقان، فلفل اسود رشه، ملح رشه، وايضا حطينا كمان ضفنا البابريكا او الفليفله الحلوه المطحونه لحتى عطتنا هاللون الحلو. ليكو هون هلا شو صار، فوق البصل عم نحط الطاجن، صلصه الطاجن اللي هي طحينة، عصير حامض، عصير برتقان، فلفل أسود، ملح والبابريكا. طيب أنا هون لازم خفف النار، نعرف أنه الطحينة دغري بيلزق عنا، فلازم نحطها على نار خفيفة وتستوي لحتى يفقس السارج، السارج اللي هو زيت السمسم، لحتى يفقس السارج ويطلع على الوجه. طبعا يعني بيكون تكون الطحينه استوت وصلت لقمه الاستواء. طيب لكن خلينا نخفف النار. اوكي هلا بتركها تغلي على مهلها. الطبق الثاني اللي راح يكون عندنا راس عصفور بصلصه الحبق. بس قبل ما اخبركم راس عصفور بصلصه الحبق، حضرنا ترويقه ساندويش بخبزه باجيت، فخلينا نسال جوزيف كيف كانت هالساندويش. جوزيف بيشفع لك بالحياه، اطالع صوتي، اللي بيشفع لك بالحياه هي شغله، كثير شغلات، بس اول شغله انه بتسكتنا على بكره بساندويش ترويقه غير شكل، طيبه كثير، بنقدر ننطر الغداء بالاخص اذا كانت حلوم مع صلصه البيستو. اليوم البيستو اخذ هيدي هيك اكل، انا اكلت شيء كثير طيب بس ما عرفت شو هو. حلوم بصلصه البيستو، انا فكرتها لبنه معزه على فكره، بس وفيها طيبه وفيها جبنه معزه. فيها جبنه معزه، شفت كيف يعني في جامع فيها شيء، يعني بعرف طعم التم طلعت، بس شيف بالفعل كثير طيبه. وهي مهم الانسان تروقه، لانه الترويقه تروق مثل الملك، غدا مثل الامير، وتعشى حتى تقدر تضاين كل النهار، لانه هي صحيا هيك 100%. ما هيك؟ لا شيف كثير طيبه، اكيد كثير طيبه. ونحن ناطرين الباقي، ما اكلنا كثير، اكلنا شوي يعني. هلا الباقي على الطريق، لكن خليني اخبركم شو كانت الطريقه. خبزه باجيت، كان في عندنا حلوم بالحبق، حلوم مطبوخ بصلصه الحبق وجبنه ماعز، وكمان كان في عندنا حبش مدخن، صدر حبش مدخن، لكن حطينا بخبزه الباجيت صدر حبش مدخن مع الحلوم بالحبق، وحطينا جبنه معزه، شوي من المايونيز، وخس عربي او فينا نحط خس الايسبرغ، والبندوره. هاي كانت ترويقتنا. هلا الغداء السمك، كمان نحن فوتنا السمك على الفرن طبعا على درجه حراره 200، حطيت مع السمك بالصينيه زيت زيتون ورشه صغيره من القرفه، رشه صغيره من الكزبره اليابسه، وحطينا كمان البصل والجزر وورق الغار، فوتهم كلهم على درجه حراره 200 لمده 15 دقيقه، حمصتهم اخذوا لون حلو، وهلا صاروا جاهزين لنحطهم على وجه الطاجن. الخبز طبعا الخبز الابيض او الخبز العربي انا فوتته كمان على الفرن، حمصته صار جاهز عندي لحتى اسكب فيه الطاجن. لكن هيدا اول طبق. هلا رح نروح انا وياكم لثاني طبق اللي هو راس عصفور بالحبق. كمان نجي لزيت الزيتون. راس عصفور بالحبق في له طريقتين، فينا نحط نحن زيت زيتون وايضا مع البصل والملفوف، ونحط الحبق البيستو، صلصه البيستو اللي حضرتها هلا رح اخبركم كيف حضرتها. والطريقه الثانيه اللي انا عم حضرها هلا اللي هي رح احط لها شوي من الحبق، صلصه الحبق، وايضا الكريم فريش. لكن عندنا لحمه فيليه، لحمه الفيليه هي اطرش شيء بلحوم القصابه، ما فينا نستعمل فوف فيليه لان كمان بتيجي الفوف فيليه اقسى منها شوي، بس الفيليه اطرش شيء. بنحط الفيليه بنقليهم مع شوي زيت زيتون، صلصة الحبق اللي هي حضرتها حبق أخضر، جبت حبق أخضر حطيتهم بمكسر أو خلاط كهربائي لحتى خلطتهم منيح. طبعا هون حطيناهم نحن مع السنوبر نخلطه، جبنا زيت الزيتون صرنا نحط زيت الزيتون
مثل الخيط شيئا فشيء بشكل خيط عم بينزل فوق الحبق. هون بدنا ننتبه لشغله يمكن يحمى عنا الحبق ويصير لونه اسود، فنحن شو بنعمل بهالحاله؟ بنجيب ثلج، بنحط مكعبات ثلج بالخلاط لحتى ما يحمى الحبق، يحمى الحبق يضل لونه اخضر، شوي من الفلفل الابيض ورشه ملح وجبنه البارميزون، وبنتركهم كلهم سوا ينخلطوا مع بعضهم وبنشيلهم، بنقدمهم مع الباستا وايضا بنقدمهم مع حيلا طبق مثل ما انا هلا مقدم اليوم راس عصفور بالحبق. طيب عندي اللحمه. اوكي. هون طاجن السمك، الطاجن تقريبا بلش يفقس السارج ويطلع السارج على الوجه، نتركها نحن ليطلع السارج على الاخر، بنطفي النار وبنشيلها بنقدمها كنوع كميزة من الميزة اللبنانية، طبق كتير طيب. طبعا نحن بنعرفها سمكة حرة بيروتية، وفي عنا نوعين من السمكة الحرة، في سمكة حرة طرابلسية وفي سمكة الحرة البيروتية. الطرابلسية بتجي مع الصلصة الحمراء الشهية اللي بنعرفها نحن اللي هي البصل مع الثوم مع الفليفلي والبندورة الكزبرة. هون في سر للسمكة الحرة، إذا نحن حبينا نحط لها برش الجزر وكمان نحط لها الكرافس تعطينا نكهة كتير طيبة. لكن مشاهدينا جربوها. للسمكة الحرة اللي هي بصل ناعم، ثوم ناعم بزيت الزيتون طبعا منقليهم، فليفلي خضرة وفليفلي حمراء، فينا هون نحن نعملها خشنة وأيضا فينا نعملها ناعمة. منقليهم كلهم سوا، منضيف لها الكزبرة ومنضيف لها البندورة، رب البندورة، الجزر والكرفس، نتركها كلها تغلي، منقدمها طبعا مع السمك اللؤز أو الفليه السمك الهامور. هون في ملاحظة، إذا نحن حبينا نجيب هامور مثلج طبعا بدنا ننقعه بالحليب. ليه بننقعه بالحليب؟ ليرد المواد البروتينية الخسارة خلال تفريز السمك. اوكي، هون الطحينة نحن تركينا خبرتكم لحتى يفقس السارج. شو يعني السارج؟ السارج اللي هو زيت السمسم. بس نشوف نحن طلع زيت السمسم على الوجه بتكون استويت الطحينة، لكن هو السارج زيت السمسم للطحينة. بعد بدها شوية وقت لحتى يفقس السارج أو يطلع السارج على الوجه، بنحس نحن في طبقة زيت صارت على الوجه، معناتها الطحينة استوت، بنصيرها بنشيلها نسكبها. طبعا إذا عندنا سمكة لقوز، سمك اللقوز نفس الشيء بنفوتها على الفرن مع المواد العطرية أو شرائح الحامض والبصل والجزر، كمان رشة كمون صغيرة. طبعا نحن هون أهم شيء زيت الزيتون، لأن زيت الزيتون كتير طيب مع السمك. بعد في عنا العصير اللي هو اليوم أنا محضر طبعا الفريز مع الأناناس مع الحليب المكثف، بيعطونا نكهة كتير طيبة وأيضا نكهة رائعة. بعد بدنا شوية وقت لحتى تستوي اللحمة. طبعا هيدي اللحمة دغري بتستوي لأنها مش لحمة موزات ولا لحمة باط، هي لحمة فيليه. الفيليه حكينا أطرش شي بلحوم، مثل ما عم نشوف هلا كيف بلش الزيت يطلع على الوجه، هيدا السارج اللي حكينا عنه مثل ما عم نشوف. ريحة كتير طيبة. هون مشاهدينا نحن بدها تكون هاي الصلصة شوي حامضة، اجباري تكون حامضة لتعطينا النكهة الطيبة. طبعا نوعية الطحينة كمان بتأثر على الطعمة. لكن مشاهدينا صلصة الحبق اللي حضرتها أنا لرأس عصفور بالحبق هي عبارة عن حبق أخضر حطيتهم بخلاط أو ميكسر كهربائي مع السنوبر، طحنتهم كتير منيح
وصرت حط زيت زيتون شيئا فشيء او مثل الخيط لحتى كمشوا بعض. بنحط لنا نحن حبتين او ثلاث حبات من التلج. ليش بنحط ثلاث حبات من التلج؟ لحتى يضل عندنا الحبق لونه اخضر ما يسود، لان على الحراره طبعا بس نكون عم نطحن حيلا نوع من الانواع على المكسر الكهربائي رح يحمى، فنحن بنستعين بالتلج لحتى يضل عندنا الحبق لونه اخضر. وايضا بنحط فلفل ابيض، رشه ملح، جبنه البارميزون، وفينا نحط هون حص ثوم، فينا ما نحط حص ثوم. انا شخصيا ما بحب الثوم مع صلصه الحبق، بس انتم فيكم تحطوها ما في مشكله. جهزت عندنا صلصه الحبق. ناطر راس العصفور انا لحتى يستوي. بعد ما يستوي راس العصفور رح احط كمان شوي من الكريم فريش، ورح نحط صلصه البيستو اللي حضرناها هون. نحن مشاهدينا فينا نحط كمان بصل، وفينا نحط ملفوف، ونقليهم مع البصل والملفوف والحبق الاخضر وكمان صلصه الحبق. بس هون اذا عملناها بهالطريقه طبعا ما فينا نحط نحن كريم فريش لان بتبطل طيبه، ولكن الطريقه الطيبه اللي هي مع الكريم فريش هلا لتستوي بعدها حمراء، مثل ما عم نشوف نحن كيف بعدها حمراء اللحمه. لحتى تستوي شوي اللحمه منضيف الكريم فريش، وايضا منضيف صلصه الحبق، ومنقلبهم كلهم مع بعض. لكن هيدي الطاجن منطفي عليها انا وياكم ومنضل لبعد البريك لحتى نسكبها، لكن بدنا نروح نحن وياكم بريك صغير وبنرجع سوا. انا بحب اترك لك وقتك شيف، تاخذ وقتك يستووا مظبوط راس العصفور هيك يصيروا مثل الهليون فيليه، ما هيك نعملها؟ فيليه فيليه، اوكي. وعندنا الطاجن صار تقريبا جاهز لانه السمك انشوى، والطراطور اللي بينعمل له مع الخلطه تبعه العجيبه اللي بيعملها الشيف كمان صارت جاهزه. العصير رح نعمله انا وياك بس نجي لعندك بعد شوي. يلا ناطرك. اوكي، وشو اكلنا؟ الترويقه. وشو بعد فيه؟ بعد فيه هلا بيدنا راس العصفور، حطينا شوي من الزبده طبعا بعد ما كنا شايلين المي، مصفيين المي، ضفنا شويه زبده، عم نهير حالنا نهير نفسيتنا لحتى نحط الكريم فريش. شيف نحن لك، انا بدي انضم لك بعد خمس دقائق، ورشه ملح. لكن الكريم فريش بعد ما كنا نحن ضفنا الزبده، شوي من الزبده ضفنا الكريم فريش، هلا رح نحط انا وياكم رشه ملح، وفي بعد عندنا صلصه الحبق او صلصه البيستو نطرتنا. راس عصفور بالحبق. اوكي، هلا بدنا نجيب شوي من الحبق الاخضر كمان نفرمهم. اوكي، حطينا رشة حبق وصلصة البيستو اللي حضرناها اللي هي الحبق مع زيت الزيتون مع صنوبر وجبنة البارميزون، فلفل ابيض ورشة ملح. ريحة كتير شهية وكتير طيبة. اوكي، لكن صار فينا نطفي عليها. هلا انا في عندي الطاجن، رح بلش اسكب الطاجن بالخبز المحمص اللي فوتته على الفرن. لكن هيدا الطاجن مثل ما عم نشوف كيف طلع عنا بهالشكل الحلو، هو لازم يتقدم بارد لان نوع من انواع المازه
الباردة طبعا بس بعده سخن عنا لأن احنا حضرناه على الهواء. اوكي طبعا احنا فينا نقدمه كمان بصحون بالصحن والشكل اللي بدنا اياه، بس المهم عنا الطعمة تكون الطعمة كتير طيبة. لكن هيدا الطاجن هلا بنجي الطاجن. اول شيء هون نحن مشاهدينا فينا نحط للطاجن كزبره خضراء، بس طبعا الكزبره الخضراء بنحطها بعد ما تبرد الصلصه. دائما نحطها بعد ما تبرد الصلصه لحتى ما تسود. اوكي هيدا السمك حطه بهالشكل. اوكي لكن عم نشوف نحن السمك كيف عم نحطه على وجه الطاجن بهالشكل هيدا. هلا نجي في عنا اللوز والجوز واللبات والمكسرات بنحطهم على الوجه. هيدا هو طاجن بالسمك، طبعا رح زينه انا بشرائح الحامض. اوكي وفينا نحط على الوجه شوي من اكليل الجبل. اوكي لكن هيدا الطبق طاجن بالسمك صار جاهز عنا. خلينا كمان نسكب راس عصفور بالحبق. ما بتصدقوا قد ايه الروايح اليوم كتير طيبة وايضا كتير شهية. عجبتك؟ طيبة؟ بس على الريحة. اوكي صلصة الحبق. كمان نزينها بالحبق الاخضر وبضل في عنا العصير. بس انا وعدتكم وعد جوزيف ما راح بلش بالعصير ليجي لعندي. اوكي اذا بدنا فينا اوكي بيجي على الجاهز. على الجاهز. انا بتعجبني هالمسحه اللي بتعملها دائما. حلوه. صح. لكن هاو طبعين جوزيف. بدنا نزين شيء بعد ولا خلص منيح هيك؟ هون يلا ناقص رح نبلش بالعصير. العصير وقت نحط هون. مش قبلين الا مع برزنتيشن شيف. لحتى نلحق. اوكي. معنا بعد ثلاث دقائق بدنا نعجل شوي. اناناس. اناناس. اوكي. وبنحط عصير الاناناس مثل ما عم نشوف. وفي اول شيء حاطط فريز او شيء؟ فريز. اوكي. وعندنا الحليب المكثف. هيدا شو هيدا؟ هيدا حليب مكثف. لولو. و هلا بنخلطهم مع بعض.
لكن فريز اناناس شوي من عصير الاناناس وايضا الحليب المكثف. هون جوزيف نحن فينا نحط محل الحليب المكثف شوي من الكريم فريش وايضا أوكي. السكر كريم فريش والسكر كريم فريش والسكر فينا 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 حليب يعني. وفينا حليب اكيد. لا علي ما بده حليب. رح نشوف اذا هيدي شباب رح دوق عنكم. بلشوا الشباب. شو هيدا يا حسون؟ طيبة. بتعرف شو اطيب شي عندي بالبيت انا اكل هيك؟ بالمقلية. اوكي. لكن هول كانوا اطباقنا لليوم. انا جوزيف بنصح كل المشاهدين اللي حضرونا واللي تابعونا يجربوه هون لان فعلا كثير طيبين. فينا بعد نحط الاناناس. طبعا. حدن مش غلط. ما في شي غلط. يا لكن انا هول ثلاث اطباق قدمتهم لليوم. ثلاث اطباق وترويقه ما بنسالك الترويقه يا شيخ. والترويقه نحن نسينا الترويقه. اول شيء جبنا لحمه الراس عصفور قليناها مع شوي من زيت الزيتون لحتى اخذت لون. اوكي. حطينا صفينا المي، حطينا شوي من الزبده، نسفناها مع الزبده، حطينا أوكي. كريم فريش وايضا ضفنا صلصه الحبق او صلصه البيستو اللي بنعرفها كلنا سوا. كريم فريش هيدا بالنسبه البيستو. اوكي ميني. هيدا بالنسبه لراس عصفور بالحبق. في عنا الطاجن سمك، حطينا بصل على النار قليناه لحتى دبل البصل جوانح، حضرنا الصلصة على جنب اللي هي طحينة مع بهار أسود، عصير الحامض وعصير البردقان، رشة بابريكا ورشة ملح عدلنا لها ملحة، حطيناها على النار غلت كلها سوا لحتى طلع السرج على الوجه، السرج الزيت يعني. أوكي. السرج هو زيت السمسم لطلع على الوجه، شلنا الزيت شوي وأيضا سكبناها مع السمك طبعا اللي فوتني على الفرن مع المواد المعطره. الطبق الثالث اللي هو اللي حضرته هلا انا وياكم، حطينا فريز مع كمان اناناس وضفنا حليب المكثف من حليب المكثف، خلطتهم كثير وسكبتهم بهالشكل هيدا. انا هيك صار فيني اقول لكم الف صحتين وحضروا لبكره الارضي شوكه لحتى نحضر انا وياكم بكره يخنط الارضي شوكه. هلا شيف. هلا في. نحن متشكرك. بنقول للمشاهدين انه بالفعل كان نهار حافل بكل شيء بين الضيوف وبين فقراتنا وبين النصائح. بتمنى عليكم انه اليوم نصيحه اليوم مني لكم هي اي عاده سيئه بتزعجكم لكم قبل غيركم حاولوا تشتغلوا عليها لتغيروا وتحسنوا حياتكم. وهيك بنكمل نهارنا. بيجي بيخلص وقتنا خلص. باي. شوفكم بكره.